الحاجه الثانيه اللي عصام بيسال عليها، هل اراجع بوليا من طول دلوقتي؟ كان خلص الخميس ان شاء الله، في الاسبوع ده يا دوبك اسيبك للمراجعه بقى العملي والحاجات اللي اتفضلها والحاجات اللي عايز تلم نفسك فيها. سبيشال ان بوليا بتقول لسه مخلصينه الاسبوع اللي فات، فيعني ما لحقش يتراجع. لكن تعالى نستغل السبيس الواسع اللي بين الباثولوجي والمايكرو واللي بص لكم فيه دوت 8 ايام ايام ربنا يستر، اشمعنى 8 وكده. ممكن نستغل اول يوم ترجع انت من الباثولوجي ان شاء الله موفق، تنام شويه وتقوم تذاكر فوليوم 1. هم اربعه شابتر تقراهم كويس عشان الام سي كيو بتاعك، يبقى خلصت من 10 درجات. نصبح نتقابل الساعه 9 مثلا نراجع فوليوم 2 او مواضيع معينه مثلا وهكذا. يعني نعمل يومين ثلاثه مراجعه فولوينج الباثولوجي بقابلك 3 4 ساعات الصبح وتروح تكمل مذاكرة. ايه رايك؟ لو اتفقنا على كده اسيب لكم مواعيد مع يلا نفتح صفحة 70. بص يا شباب، لا الوقت سلامنا، هيقابلني تجميع يا أحمد اسمها منينجايتس. يا شباب يعني إيه منينجايتس؟ سريعا سريعا، يعني انفلاميشن أو انفكشن في المينينجيز. مين هم المينينجيز؟ الممبرينز اللي بيكفر البرين والسباينال كورد. يقسموا المينينجايتس براكتيكالي او كلينيكال الى نوعين، سيبتك واسيبتك. يعني ايه سيبتك؟ يعني فيها بس فورمش، يعني يوجوال كده نتيجه البكتيريا. امال يعني ايه اسيبتك؟ يعني نون سبيورتي، يعني ما بيبقاش بس، يعني بتكون بفيروس او بفنجس او بسبايروكيتس او اخيرا بتي بي. ايه ده التي بي ده مش بكتيريا؟ نعم، بس التي بي عند المينينجايتس يطلع بمنظر تاني، هو السبايروكيتس. يعملوا نفسهم كانهم مش بكتيريا، يدوا بيكتشر اقرب للفيرال مننجايتس منها للبكتيريا مننجايتس. لو عايزين ليها سبب، لما دول بيعيشوا انتراسيلولار يقوموا لما يجي اميون رياكشن ضدهم يجيب ليمفوسايتس ما يجيبش بس. فعشان كده بيبقوا نون سبيوراتيف اسيبتك زي ما بيقولوا. سؤال، از ات امبورتنت انك انت تعرف اذا كانت المننجايتس سيبتك او اسيبتك؟ Is it important انك تعرف اذا كانت بكتيريا ولا فيروس؟ الاجابه نعم. علم بيختلف، ومش بس في التريتمنت، في السيفيريتي. السيفيريتي دي نعمه من نعم ربنا عليك. تخيل الفيروس عشان خاطر الانتي فيرال ايجنتس اللي ممكن تعالج المننجايتس يكاد يكونوا مش موجودين. ما عندناش انتي فيرال ايجنت يعالج حاله مننجايتس، سواء مش بيعدي بلاد برين بارير او مش بيبقى افكتد او فما فيش انتي فيرال ثيرابي للفيرال مننجايتس يقوم ربنا يلطف بيك سبحان الله. يبتليك بفيرال مننجايتس لكن تبقى لس سيفير، وتبقى مش محتاجه تريتمنت، وتبقى هيحصل لها ريكفري سبونتينيوس. امال البكتيريا اللي هي سيفير مور سيفير، واللي ممكن عيان يخف منها بس يترك عنده ايه؟ برين دامج. يبقى عنده مثلا ديفيكالتي ان سبيكينج، يبقى عنده ليرنينج ديسابيلتي، واحنا مش ناقصين ليرنينج ديسابيلتي، ده احنا متوسطين. والثمان ايام لو كفوا هيكفوا بالعافيه، ده لو ربنا بارك لنا فيهم من كتر النقل اللي عليهم. مش كده؟ يبقى مش ناقصين مننجايتس بكتيريا، مش كده؟ فلذلك في البكتيريا المننجايتس بنروح مدين انتيبيوتكس بدري كومبايند ثيرابي. ارجع بذاكرتك للشابتر اللي عليك من فوليوم 1. ايه هي الانديكيشنز اوف كومباين انتيبيوتيك ثيرابي؟ كان منها سيريس او سيفير انفكشن زي المننجايتس واي ويتنج فور ذا لاب ريزلتس. اذا اول ما بلاقي انها بكتيريا المننجايتس بدي كومبايند انتيبيوتكس الى ان يظهر النتيجه، صح؟ طب وايز ات امبورتنت انك تعرف لو كانت بكتيريا، انك تعرف نوع البكتيريا؟ ليه؟ عشان نعرف البيرن تريتمنت. لا حد قال ايه؟ ايبيديميك. الله ينور عليك، عشان خاطر بعض الكوزز اوف مننجايتس بتوكير ان ايبيديميكس. يبقى مش دوري علاج المريض بس، وانما دوري ان انا اخد انفكشن كنترول ميجر لمنع انتقال الانفكشنز. واضح؟ كويس. يبقى المقدمه دي مش مقدمه عاديه، مش مقدمه تعدي القرايه كده، دي فيها اسئله هنا. فيها ديب ريزن واي اتس امبورتنت انك تعرف نوع المننجايتس بكتيريا ولا فانجر ولا فايرال ولا سيبتك ولا اسيبتك، وليه مهم تعرف نوع البكتيريا نفسها اذا كنت عرفت انها بكتيريا وسيبتك وخلاص. ليه مهم جدا تعرف نوع البكتيريا شخصيا؟ ثم ايه بقى اسباب البكتيريا المننجايتس؟
اجهزك لاسئله امتحان، منها اللي اوريدي جه ومنها اللي ممكن يجي. اللي اوريدي جه مره قال لك mention the most common three causes of meningitis in the age group above 2 years. children فوق السنتين، في طلبه قروا children وسنتين قال لك ده اصل النيونيتال. يا راجل ده انا بقول لك سنتين، هو النيونيتال يعني النيولي بورن؟ والنيولي بورن ده يقعد لما يبقى عنده سنتين؟ ده يعفن كده. نيولي بورن يعني في بدايه ولادته، في اول كام شهر من العمر، لكن عدى سنتين بقى كبير بقى. كاني عايز اقول لك الموست كومن كوز اوف مننجايتس على مستوى البشر هم الثلاثه، يبقى هم ثلاثه، نيستيريا مننجيتيدس وستريبت نيموني وهيموفلس انفلونزا. السؤال ده كانت الدكتوره منى عزت رئيسه القسم ساعتها من 4 سنين بالظبط، وقالت ذن اما تسمع ده انك قلت كده في بقى ايه، في كمين، خلي بالك رخصت معاك عشان ذن دي تنقي بقى. اذكر الكومون فيرنس فاكتور ان ديس اورجانيزمز، كومون يعني هو واحد فيهم الثلاثه، وهو البولي ساكترايد كبسول. اذكر اتس مود اوف اكشن، انهي فاجوسيتك يساعد الانفيجن يعني يحمي البكتيريا جينس فاجوسيتوزس ويساعدها على الانفيجن والوصول للمننجيز والسي ان اس. جميل. ذن منشن اتس امباكت، الامباكت بتاع هذا الفيرنس فاكتور امباكت اون ذا بريفنشن اوف ذا ديزيز. ما ينفعش ابدا، ما ينفعش اقول ايه اللي حصل. استغلينا هذه الكبسول البوليساكرايد فعمل فاكسين، وتروح رايح لكل فاكسين منهم وتفتكر بقى ايه الاحداث وتكتبها. في حاله المننج كوكال مننجايتس عملنا فاكسين باي فيلنت اسمه اي سي فاكسين، وعملنا التترا فيلنت اللي كان اسمه وياك ويايا وياك. وياك ده اللي هو مين؟ دبليو 135 والواي والاي والسي، صح؟ ده اسمه كوادري او تترا فيلنت، معمول من بوليس اكترايد، بيتاخد للريسك جروب، الناس اللي رايحين يحجوا والناس اللي في زحمه والكوليدج ستودنتس والسكول ستودنتس والكلام ده، صح؟ ويدي مناعه 3-5 سنين وحاجه ثانيه وناجح في 80-90%، وجروب بي مش انفولفد عشان خاطر البوليس اكترايد كبسول بتاعتها بولي ايميونوجينيك. والنقطة اللي قالها قبل بس شفت النقطة بتاعتك، بعد ما لازم اتكلم عن التكسين نفسه وقول انه ما هوش ايميونوجينيك في الاطفال لانه تايمس اندبندنت. طب والحل؟ اروح رابط معاه حتة بروتين واسميه بروتين بوليساكرايد كونجكت فاكسين، صح؟ طب وبتاع الستريبت نيموني من الاول كنا فاهمين القصة، فعملنا تو فاكسين، واحد بوليساكرايد بس فيه الموست كومن، طيب 23 نوع، الله ينور عليك يا استاذ كريم. والثاني ادركنا الموست كومن 23 ده بندير الريسك جروب ما عدا الاطفال. مين الريسك جروب اللي هم يهموني في النيمونيا ما عدا الاطفال؟ الالدرلي والالكحوليك واللي شالوا السبلين فولوينج سبلينكتوم. امال الاطفال من الاول عملنا حسابهم وعملنا لهم اللي هو البوليسكرايد بروتين كونجكت فاكسين اللي بيدي ايمونوجلوبولين جي ريسبونس في الناس اللي اقل من 24 شهر يعني اقل من سنتين. طب والهيموفلس انفلونزا سيروتايب بي؟ لا كنا اتعلمنا واتقرصنا وعرفنا القصه من الاول، فحطينا من الاول البوليساكرايد مع بروتين كارير فاصبح اسمه بروتين كونجكت فاكسين. واللي بينصح ده ما بيتاخدش روتين، لكن بينصح انه يتاخد في الاطفال مع السكيدول بتاع الدي بي تي يعني عند سن شهرين 4 سنين. السؤال ده كان اول سؤال في الورقه كان ب 12 درجه. نعم عيني على الطلبه لما بيعلموا الطلبه ما هو 12 درجه بس، ما هو الاسئله صغننين اهو. بقول لك كمان كم الاسئله الاول جابوا يكتبوا علينا بقى مين يكتبوا دي عباره عن الكلام اللي حضرتك قلته ده كده بكام طبقه بقى؟ 12 درجه. ايوه دكتورة سمية نازلة يوم الخميس العاشر اوكي يا باشا. التي بي اوعى دائما احترم التي بي،
التي بي برد له سطر لوحده ما يتحطش في وسط الهيصه يتقال عليه هيبرتس مينينجايتس. ثم الليس كومن كوزز زي مين؟ ليس يبقى ليس كيريا. افتكر ليس كومن يبقى ليس كيريا. طب دي الاستيريا ما كانتش ليس كومن، كانت مشهوره بس مشهوره في النيونيت، انا بتكلم لسه على الكبار كله. يبقى ليس كومن فيما يتعلق بالكبار. ربات البيوت والستات والفيميلز طبعا هيفتكروا حاجه دايما، في حاجه بتتحط في الطبيخ وفي السلطه وفي الخضار وفي التتبيله وفي كل حاجه اللي هو البصل. فاللي يلاقوه حشر ان الناس يقولوا انت عامل زي البصل، حشر نفسك في كل حاجه. فعندنا بكتيريا اسمها الحشريه اللي حاشرين نفسهم في كل التجميعات. ستاف وستريبتو ايكولاي. تبص يمين تلاقيهم، شمال تلاقيهم، في كل تجميعه تلاقيهم. يبقى لما اقول لك ليست كومن كوزس يبقى ستاف اوريس ستريبتو بايوجينز انتيرو باثوجينيك ايكولاي. سوري انا ما قلتش انتيرو، بس اقصد انتيرو بكتيريسي زي الايكولاي جرام نيجاتيف، بس الاي او انتيرو بكتيريسي زي الايكولاي. ابن عمهم ابن عم الايكولاي سودوموناس سخيف سخافه، هايلي ريزيستنت تو انتي بيوتكس، وبيعمل سيريس انفكشن. الكلام ده قلناه لما جينا ندرس السودوموناس، وهايلي ريزيستنت وبيعمل سيريس انفكشن اللي منها قد يصل للمينينجايتس. يبقى واحد قلنا لس، افتكرنا لس انه الاستيريا، اربعه ثلاثه منهم زي البصل والرابع ابن عمهم. ثم جميله قوي اوعى تنساها السبايروكيتس. اذا في سبايروكيتس تعمل مينينجايتس؟ اه. طب لو جدع تفتكرهم ها البوليا، مين من البوليا؟ ها اللايم ديزيز. اللايم ديزيز يا شباب قلنا بيحصل في البوليا بيرفيدورتي وبيحصل في التيك بايت. قلت لكم انا مش عليك التفاصيل، لكن بيدي كلينيكال مانيفستيشن حاجه اسمها ايريتيما مايجرانز. والدكتور الشاطر اللي لو لقطها بدري ايرلي يحمي مريضه من الليت كومبليكيشنز اللي كانت تصل لمننجايتس، يبقى ده ممكن يعمل مننجايتس. الليبتوسبايرا لو تفتكر، الليبتوسبايرا كانت بتعمل اسبوعين من المرض، الاسبوع الاولاني مع جوندس والثاني 40% من انجايتس و95% من اليورينا التراك. والسيفلس لو وصل لحاله النيوروسيفلس مش كده؟ يبقى اذا السبايروكيتس افتكر كده انهم كانوا ثلاثه ديفرنت سبايروكيتس، الثلاثه كل واحد فيهم عنده مثال يعمل من انجايتس. التريبونيما في ليت في السكندري ستيج مع الديسيمينيشن، او في التيرشري ستيج لو عمل التيرشري نيوروسيفلس. اللايم ديزيز من البوريليا، الليبتوسبايرا لو راحت في المينيجيز في 40% من الحالات. طب مين هم؟ وده السؤال بقى اللي هقوله لك ده جه السنه اللي فاتت. اذكر اربع اسباب للنيونيتال مننجايتس. عارفينهم بقى ومجمعينهم، الاستيريا مونوسايتر هنا يبقى من المشاهير، الستريبت اجلاكتيا، الايكولاي، الكليبسيلا. الكليبسيلا اتحطت بعد عنوان كده بيقول لك اذر انتيرو بكتيريسي ممبرز زي الكليبسيلا، وراح تدي لك واحد بديل عشان لو نسيت اسمه سيتروباكتر. طبعا امال ما كناش مجمعينه وقايلينه ليه اثناء التكست العادي؟ لان السيتروباكتر احنا قلنا عليه سطر واحد كل حاجه زي الايكولاي، قلنا ايش بالايكولاي مع انه سيتريت بوزيتيف، لكنه ممكن يعمل نيونيتال مينجايتس. فهو طلب اربعه، لو كتبت اذر انتيرو بكتيريسي، لو كتبت كليبسيلا ماشي، لو كتبت سيتروباكتر اوكي ما عنديش مشكله. مين الفايرال كوزز اوف مينجايتس؟ عين الانتيرو بايس من عين الفيتورنا. لو تفتكروا كنا عمالين نقول اسيبتك مننجايتس اسيبتك مننجايتس. البوليو شخصيا لو ما عملش برنامج البوليو ممكن يعمل اسيبتك مننجايتس. الكوكزاكي بنوعيه الاي والبي، الايكو فايروس يمكن الكتاب ما كتبش ايكو، ده ما كتبش ايكو في السطر الاولاني. والانتيرو فايروس نمره 71. طب والادينو فايروس ممكن يعمل، والمامبس ممكن يعمل مش كده، والهب طبعا المامبس مش مكتوب بس يعمل. هو مش المامبس قلنا بعد ما يريبليكيت في الريسبيراتوري جلوكوز او يروح للليمف نوز الدريننج ليمف نوز يروح يعمل فايرينج كومبلكس يروح للسليفر جلاند اساسا صح؟ لكن في الكبار لما يحب يعمل كومبليكيشنز يروح للتيستيز والاوفريز والبنكرياس والبريد، يبقى هناك ممكن يعمل مننجايتس او مننجرينج فايروس ممكن اضيفه لو حبيته. والهب السمبلكس فايروس تايب 2 اللي كان بيعمل انفكشنز تحت الوسط ما عدا اكسبشن اوكي. طب والفنجس لسه قايل لك على فنجس اسمه كريبتوكوكس نيوفورمس، ونهينا حتى المايكولوجي بدايجنوزس اوف كريبتوكوكال مننجايتس اللي كان بيشبه كليبسيلا وعنده كبسول ستيكشي لاتنس
اللي كنا بنسبقه بالاندي انك فاكر السؤال دايجنوزيس احلى دايجنوزيس في الدنيا تستمتع بيها لما الاكاونت اون ذا لابوراتوري دايجنوزيس اوف مينينجايتس. ايه رايكم لو جه السؤال كده يبقى عايز الاجابه من هنا ولا من شابتر 5 بتاع الناسين؟ هنا. امال لو عايز شابتر 5 بتاع النسيري هيقول لي انت انا كطالب وانا قاعد في امتحان اعرف ان انا بجاوب وانا مطمن الاجابه مطلوبه من هنا ولا من هنا. الله ينور عليك. لو عايز اجابه شابتر 5 لازم يميز المنينجايتس اللي هناك بكلمه ايبيديميك سيريبروسبايل. لو قال لي دايجنوزيس اوف لازم اشوف كلمه ايبيديميك. لو قال لي how to diagnose epidemic cerebrospinal meningitis has a disease is caused by Neisseria meningitis فقط. لكن لو قال meningitis وسكت فضايق منه يبقى عايز كله. فلو قال لي diagnosis of epidemic cerebrospinal meningitis هجاوب Neisseria. لو قال meningitis هجاوب كله. طب كله دي يعني بتعني انك انت نمره واحد عايز سامبل. ايه السامبل اللي هتاخدها؟ سي اس اف. طب ممكن رد؟ طب علي ليه البراد دايما تحت المنينجايتس يطلع بوست؟ لان يوجوالي حالات المنينجايتس بتصبغها بكتيريا او سيبتسيت. يعني يوجوالي الاورجانيزم بيصل المنينجيز عن طريق البراد. البراد كلتشر تكنيك هنا ممكن يديني بوست ريزلت. لو خدت سي اس اف يشترط ثلاث كلمات. دائما السي اس اف ناخده باي نمبر فانكشن اندر اسيبتك تكنيك. يعني انظف الاول مكان الجلد واخش بابره معقمه وما ما احطش بكتيريا على السي اس اف مش ناقصه يعني. اندر اسيبتك تكنيك بيفور انتي بايوتيك ادمنستريشن. ثلاث شروط لكلمه السامبل هنا. السي اس اف اي مشكله يتاخد بالطريقه دي. باي لمبر فانكشن اندر اسيبتك تكنيك بيفور ادمنستريشن اوف انتي بايوتيكس. سهله؟ حلو. هنا لأول مرة نقول لك بنعمل فيزيكال اكزامينيشن للسي اس اف بحثا عن السيلز والاسبكت والكيميكال كومبوننتس بتاعته ازاي مش فاهم. تعالى اقول لك السي اس اف النورمال شكله ايه. لو خدت سي اس اف من شخص سليم وبصيت عليه الاقيه كلير. لو عديت السيلز الاقيهم من زيرو لخمسه يعني ممكن يبقى مفيش سيلز وممكن اب تو خمسه بير مليليتر من السي اس اف. ولاقي السيلز دي لو سبقت وشفت طبيعتهم هيستولوجيكالي الاقيهم ليمفوسايتس مينلي. والجلوكوز ليفل الاقيها تتراوح من 45 ل 85 مللي جرام بير دي سي لتر يعني برسنت. كل 100 مللي لتر سي اس اف يحتوي على 45 الى 85 مللي جرام جلوكوز وبروتين من 15 ل 45 مللي جرام برسنت برضه. هل ممكن الجلوكوز ليفل في السي اس اف يعلى؟ لا ليه لا؟ يعلى مع مريض دارج وهل ممكن يقل؟ مع هايبوجليسيا. اذا دائما قبل ما احكم اذا كانت المنينجايتس هي اللي زودت ولا نقصت الجلوكوز دائما اشوف مستوى الجلوكوز في الدم عشان اعرف ان الشخص ده نورمال ما هوش دايابيتك ما هوش هايبوجليسيميك واقيس على كده نسبه الجلوكوز في السي اس. الجلوكوز في الدم من 70 ل 120 ده في الدم ملي جرام برسنت. السي اس اف مكتوبه فوق ايه؟ 45 ل 85. شفت الرقم؟ والبروتينز من 15 ل 45. طب حد البكتيريا ايه اللي يحصل؟ الاقي نمره واحد السي اس اف بقى تربل. نمره اثنين بقى فيه بصلز كتير يصل الى الرقم مش غلط اوعى حد يشطب صفر ولا حاجه يصل الى اب 20,000 سيلز بير كيوبيك مليمتر. المليلتر الواحد شفتوا زحمه السيلز قد ايه؟ وده سير التربيلتي مش كده؟ معظمهم يبقى بريدومينت بوليمورف نيوكليوكسايز لانه بكتيريا انفكشن. والجلوكوز ليفل الاقيه ريديوز عشان الكونسمشن للبكتيريا. والبروتين ليفل يبقى اليفيتد عشان البروتين اكسوديت. الانفلاماتوري اكسوديت بيبقى ريتش ان بروتين. اما في الفيروس فيظل السي اس اف كلير السيلز قليلين بالكثير يصلوا 1000 بير كيوبيك مليمتر معظمهم بريدومينتلي ليمفوسايتس. الجلوكوز يبقى نورمال او سلايتلي ريديوسد والبروتين يبقى سلايتلي اليفيتد.
خدتوا بالكم احنا داخلين بيك على ايه؟ يا دايجنوزس بشكل عام لـ CSF بمنينجايتس يا كومباريزون بين سيبتك واسيبتك منينجايتس. كنت بقول لك الاسئله اللي جات واللي ما جاتش قبل كده، مره جبنا السؤال الاولاني اللي قلت لك ده معدل، قلنا جيب ان اكونت اون بروتين كونجيجيت فاكسينز، بروتين كونجيجيت الاء وريش فاتكوا سؤال اهو، جيب ان اكونت اون بروتين كونجيجيت فاكسينز، تحس لازم سنه كده في الامتحان، بروتين كونجيجيت فاكسينز في الجامع، دول الثلاثه اياهم اللي اتكلمنا عنهم من شويه. طيب الطالب بركز في لابوراتوري دياجنوز اوف مننجايتس، هقوم فجأة كومبير بتوين بكتيريال اند فايرال مننجايتس، تبدا الاجابه منين؟ من الكورسز الاول، شويه كورسز هنا مش كده ولا ايه؟ حبشها شويه اورديفريا، تفتح نفسنا كده تقول لي بكتيريا في كذا وكذا وكذا، اما الفيروس بقى في كذا وكذا، تعالى بقى فرغ الجدول الاسبكت كلير وتربت والاسبكت والسيلز كذا وكذا وبريدومينانت كذا والجلوكوز والبروتين، وبعدين انزل تحت الجدول تلاقي في معلومه بيقول لك السي رياكتيف بروتين يبقى اليفيتد مع البكتيريا ونورمال مع الفيروس. ليه؟ مين هو السي رياكتيف بروتين؟ السي رياكتيف بروتين ها هو اكتيفيت كومبلمنت، لكن هو مين؟ ده اكتيفيت بيس بروتين. لو تفتكروا هو ليه بيطلع تعرفوا انه ليه بوزيتيف مع البكتيريا ونيجاتيف مع الفيروس؟ البكتيريا بيستميليت المونوسايتس والماكروفيج تو بروديوس انتروكين 1 وانتروكين 6 اللي هم برو انفلاماتوري سايتوكاينز اللي بيروح للليفر يطلعها اكتيفيت بيس بروتين. الفيروس ما بيعملش كده، يبقى بلاقي السي رياكتيف بروتين بوزيتيف مع البكتيريا نيجاتيف مع الفيروس في تيومر ليكوز كده. التي بي رغم انه بكتيريا بلاقي له صفه خاصه، لو وقفت السي اس اف كده في انبوبه ستاندنج الاقيه يحصل كلاود او كواجولم او كلوتنج نظرا للبروتينز العاليه اللي موجوده. انا فيه نقطه اثنين، السي رياكتيف بروتين يبقى بوزيتيف اليفيتد مع البكتيريا نورمال مع الفيروس. والسبب انا بس بربط لكم الامور، السي رياكتيف بروتين ده اكيوت فيز بروتين اللي بيستفز الليفر عشان يبروديوس الاكيوت فيز بروتين دي، هو البرو انفلاماتوري سيتوكاينز اللي بتطلعها المونوسايتس والماكروفيج ان ريسبونس لبكتيريا انفكشن مش للفيروس. واضح؟ يعني لما شخص يصاب ببكتيريا لما البكتيريا تخلي المونوسايتس والميكروفيج يطلعوا انتروجين 1 و6 ودول يستفزوا الليفر انه يطلع السي رياكتيف بروتين والاذر اكيوت فيز بي. وصلنا ليه يا ولاد؟ الدايركت سمير اجمل دايركت سمير ممكن تشوفها في حياتك. اخد السي اس اف اعمله سنتريفيكيشن واخد الديبوزيت افرد. ها افرد بقى 5-6 سلايز براحتك. ليه؟ سلايد ممكن اسبغه بالجراف. ايه اللي ممكن تشوفه؟ جرام نيجاتيف لا لو ديبلوكو كار كيدني شيل امبيرز انترا سيلر يبقى لايس سي جرام نيجاتيف كنت هتقول بس اللاي لا كوكو بس اللاي بليومورفيك يبقى هيموفرس انفراد جرام بوزيتيف ديبلوكو كار كابسوليتد يبقى نيمو كابس دول المشاهير اهم. طب ولو فيلم من الافلام اللي فرقتها سبقته بسيجنالز اسيد فاست بس ضاري تي بي. طب ولو فيلم سببته بالانديا انك لسه واخدها شوف الفندس اللي هو الايست سيل الكبيره اللي حواليها تيك جاتنس كابسول في حاله الكريبتو بوكس. طب ولو فيلم ما سببتوش واتفرجت على موتيليتي بالدارك فيلد مايكروسكوب تبقى ليبيو سباير تبقى سبايروكيتس بشكل عام صح؟ طب ولو فيلم بدل ماسكه رحت حاطط انتي بودي اجينست الكابسولار بوليسكرايت انتجن يبقى اشوف لاتكس اجريجنيشن واعرف مين هو الاورجانيزم. طب ولو فيلم بدل ماسك وبحط انتي بودي رحت عامل برو او عملت بي سي ار وبرو للفيروس. ليه؟ لان الفيروس مش هشوفه من الميكروسكوب العادي، ممكن اديتكت الفيروس بالبي سي ار والبرو تكنيك. شفت كام دايركت انفكشن لسه؟ كالتشر. قول لي ميديا تحب تبدا بيها وليه؟ شوف ليه تشوكلت؟ عشان عندي اهم تو كوزز بيتزرعوا على تشوكلت. ناسي ونيموتس. واحط كمان في كربون دايوكسيد. امال البلاد مش غلط بس البلاد يبقى سكند اوبشن لمين؟ للنيموكوكس.
وللاذر بقى ستاف وستريكت والحشريين ياهم زي البصل دول صح؟ يبقى مينلي شوكلت اجار وتوريس اكستند بلاد وانكيبيت شوكلت اجار نيسيريا والهيموفيلز الاثنين وتوليس اكستند بلاد اجار وانكيبيت في كربون دايكسايد اتموسفير. حلو مش احنا قلنا ممكن اخد سامبل بلاد؟ انت عايز تعملي ساتيلاتيزم؟ لا لا انا عايز اخد بلاد سامبل من العيال اعمل مية اسالها على بلاد كاشر تكنيك 5 ل 10 لتر بلاد على 50 ل 100 ملل بروس انكيوبيتد 37 في كربون دايكسايد وذ سب كالتشر على الميديا المناسبه ده عشان اذا كنت واخد السامبل بلاد ويوجوال تطلع بوزيتيف لان العيان ده عنده بكتيريميا او ميلينجوكسيميا. ماذا لو كان حاضر؟ ماذا لو كان اورجانيزم سبيشال اورجانيزم؟ يعني عايز تزرع فور كريبتوكوكس ازرع على سبارون دكستروس اجوكس عايز ازرع فور تي بي ازرع على روزنشتاين من جنس الميديا عايز ازرع فور ليبتوسفاير ازرع على ليبتوسفاير كان في حاجه قلت لي كرتون انتوا ساعتها ستيور او جليتشرز ميديا صح؟ طيب عايز ازرع فور فيروس ازرع على تشو كلتش تشو كلتش. طب والاورجانيزم اللي يجرؤ اعمل له ايدنتيفيكيشن السيستماتيك واي اللي احنا عارفينها هتقف بقى وتمسك اورجانيزم اورجانيزم وتعمل له ايدنتيفيكيشن؟ لا طبعا ده في وقت في الامتحان ولا وان كان في طالب زميلكم مره عملها وعملها في سؤال كان عن الرينال تراكت انفكشن اللي احنا هنحله دلوقتي حالا وكان الطالب ده امبرسيف وقع في ايدي الورقه دي وبيتفرج عليها كل الاستاف بتوعنا وبقول له ده يستاهل ماجستير وفي نهايه المطاف دفعنا الورقه دي لانها واخد فول مارك في كل الاسئله كان ساعتها مفيش ام سي كيو وكان الامتحان كله ريتد وكانت درجه من 100 اخد 100 من 100 ما شاء الله فعلا يعني مبهر مبهر. هقولها لك يعني مثلا بقول لك عمل ايه في المنينا بتاعك عمل كده لما قال لك الاورجانيزم ايدنتيفايد بالسيستماتيك واي راح مفترض الموست كومن اورجانيزم وراح عامل له يعني مثلا لو كان بيتكلم عن المفرز الكرواز يقول لك بعمل اكس والبي فاكتور والساتيلاتيزم واشوف الكورني كابسوليتد وبشكل والايدنتيفيكيشن لو كان ستاف اشوفه مثلا بالكواجوليز واشوف المورفولوجي مسك اورجانيزم اورجانيزم غطى الايدنتيفيكيشن بتاعته كله هو مش مطلوب وانا ما انصحكش تعمل كده بسبب ايه؟ طيب ده وقت على الحاجة زائد انا لا اثق انك انت هتعملهم يعني تعملهم صح يا ده دي الثقه مش اكتر يا ولاد يعني لا ولع بس حاله شكله ولع ده ما كان ده مش فانت مش مطلوب انك تعمل ده خالص فاضل حاجه في الدايجنوزيس قلنا الحاجه سيرولوجي يطلع دور على الجنس الاجنس الاورجانيزم ايه رايكم؟ نهله صح نهلة قالت ما ينفعش ليه يعلمه بصوا الاجابه صح انا يوجوالي في البكتيريا الكوز اوف مننجايتس مش هدور على سيروس مش هدور على انتي بودي لان الانتي بودي ما بتساعدنيش في الاكيوت فيز المننجايتس تحصل بدري يكون الانتي بودي لسه ما اتكونش لكن يبقى ليها اهميه مش هنجهلها بالفيرولوجي عندما يكون السبب فايرال كوز ادور على بنفس القواعد على اي جي ام رمز الريسك انفكشن او رايزنج انتي بودي ليفل اوف اي جي ايه رايكم في الميننجايتس؟ موضوع جميل بس احذر بص يا بيه لو قال لي ايبيدينيك سيربروسباينال مننجايتس هجاوب من هناك لان في تفاصيل في المننجوكاي ما اتقالتش هنا ولو قال لي مننجايتس بشكل عام هجاوب من هنا لانك لو جاوبت من هناك مش هتقول بقيه الاذر كوز فاحذر قصه ان لو قال مننجايتس هو عايزك تجاوب من هنا ولا من شابتر 5 طيب الصفحه اللي جايه صفحه كام؟ 73 مش عايزينها لحد صفحة 77 مش عايزها بص يا كلمة ملغي دي دكتورة سمية مش هتقولها؟ هتقول لك مش ملغي ملغي على المستوى النظري مش هنجيبها في النظري لكن أنت مسؤول عنها أولا دي تجميعات مفترض إنك أنا لو سألتك حتى لو ما شرحتها لكش تبقى عارفها لكن احنا مش هنجيبها نظري لكن لو حد سألك مش شكوى احنا مالناش دعوة. اتفضل يا ناوي كام غير 6 كام؟ 77 ناوي كام ده؟ على فكره مش كل التجميعات في حاجات يا شيخ كله مجرد تجميعات في حاجات فيها شرح مهمه.
هنوصل للفود بويزنج. اهي دي تجميعه والصفحه دي انتم مذاكرينها صفحه 78. دي من التجميعات المهمه. ممكن اجي اسالك كومبير بتوين اي نوعين من الفود بويزنج دول. ها نسرع بقى شويه. مين اسباب الفود بويزنج في منهجنا؟ سبعه ستاف بويز. لا ستاف مين؟ ستاف بويز ترتيب الكتاب كان ستيريا مونوسايكلوجين ترتيب يبقى باسيلا السيريس نوعيه وستريديا بريفرنشز بروتوليس ثم سالمونيلا ثم فيبريو بارا هيموليتكس. ممكن نذاكر الفود بويزنج من هنا بس من الغير من التكست من التفاصيل. اتفضل يعني. نعم ممكن نكتفي بمذاكرته من هنا فقط. يعني لو رجعت للستاف الباراجراف بتاع الفود بويزنج ممكن اكتفي بمذاكرته من هنا. نعم بس تغطي النقط اللي جايه دي بتركيز بقى. اولا اول عمود بنذكر اسم الاورجانيزم ثم الباثوجينيسيس. ادي واحد. تاني عمود بنذكر نوع الفود تايب اوف فود. في الثالث بنقول الانكيبيشن بيريد. في الرابع بنقول الاعراض. في الخامس الاوت كام الديوريشن بتاع الديزيز والاوت كام بتاعه ثم اذا كان في لابوراتوري دايجنوز. لو مسكنا نرجع للفود بويزنج بس لو مسكنا النوع الاولاني ستاف بويز بهيت ستيبل انتيروتوكسين اللي هو ده الباثوجينيسيس بيتنقل في كربوهيدرات ريتش فود زي الكشري والبسكوسي اللي فاكرين او في بروتين ريتش فود زي الايس كريم. انكيبيشن بيريد سريع لانه بري فورم التوكسين من ساعه لست ساعات. يعمل ممكن فوميتنج يعمل دهريا بط نو فيفر مش كده؟ سيلف ليميتد بيخف في 24 ساعه. بدور على الاورجانيزم في الستول في الفوميتس في الفود ريمنس او بدور على التوكسين بتاعه ده الدياجنوز. مره بقى بدل ما نقول لك قارن بين نوعين فود بويزنج جبنا السطر ده كده بشكل كيس كلينيكال كيس. مجموعه من الناس راحوا ويدنج بارتي او بيرث داي بارتي وهناك طبعا انت عارف في البيرث داي او في الويدنج بارتي ممكن ياكلوا ايه يعني؟ قوم بعد مثلا البارتي خلص الساعه 2 12 خلص 12 عشان حاصل التجاوز فعلى الساعه 2 هو كان ساعتها لا كان لا ساعه ايام الحلقه الحياه الواقع خلص 12 عشان الفرح بيخلص 11 12 عشان يلحق الناس تروح بيوتها. على الساعه 2 2 منهم راحوا المستشفى فوميتنج. خلي بالك الفرح خلص 12 الساعه 2 راحوا فوميتنج والساعة 3 شوية راحوا بلارية. والخمس أفراد دول الفيزيكال ساينس بتاعتهم كانت نورمال يعني التمبريتشر 37 والبريشر 120 80 والبالس نورمال والهارت بيت والكلام ده كله كان زي الفل. اللي حسوا بنوزيا أو فوميتنج أو دارية وما راحوش المستشفى من غير علاج حتى على الصبح كده على الساعة 8 الصبح كانوا خفوا وحصل لهم سبونتينيوس ريكفري. إيه رأيك؟ إيه اللي حصل في الليلة دي؟ اللي حصل ده كان فود بويزنج. تفتكر مين هو الموست كومن اورجانيزم اللي عمل كده؟ لما اقول لك فرح خلص 12 والناس راحت المستشفى الساعه 2 والساعه 3 يعني الانكيبيشن بيريد كان فيري شورت. لما اقول لك ما كانش فيه فيفر لان الفيزيكال ساينس كانت نورمال يبقى ما فيش فيفر. اللي راح بفوميتنج او دياريا واللي ما راحش خف لوحده يبقى سيلف ليميتد. يبقى انا بحكي لك قصه ستاف فود بويزنج. شفت؟ فاقول لك مين بقى تفتكر الدياجنوز ايه؟ تقول لي ستاف مين البريفرنس فاكتور اللي عمل كده؟ هاو تو تريس السورس اوف انفكشن. اذكر اربع طرق مختلفه لتريسنج السورس اوف انفكشن. يبقى بص يا اولاد يعني عشان برضه البعض ما يقولكش الابلايد ده صعب. الكلام ده ما احنا مش جديد عليكم. احنا جايينه من ساعه ما خدنا الفود بويزنج بتاعت الستاف ان ممكن السؤال يكون كده. طب قارن الستاف بالسالمونيلا فود بويزنج. ده ستاف اوريس ده سالمونيلا تايب يوريا وانتيري تايب. ده بالانتيروتوكسين ده بالاورجانيزم اتسلف. الاورجانيزم بيمالتيبلاي ما بيطلعش توكسين. مما يترتب عليه ان الانكيوبيشن بيريد بقى ساعه 6 ساعات هنا بقت 8 ل 48 ساعه. هنا كان في فوميتنج ودياريه ونو فيفر. هنا في دياريه وابدومينال كرام زائد ان في فيفر. ده كان سيلف ليميتد. الثاني لا بيقعد اربع خمس ساعات سبع ايام ولابد من انتي بيوتيك. هنا كنت بدور على الاورجانيزم او التوكسين لكن هنا مفيش توكسين هدور على الاورجانيزم السيلف في الستور كالتشر. ماذا عن الكريستريديان بريفرنشنز فود بوزيتيف؟ بتيجي برضه باي انتيرو توكسين. الشخص اللي هنا بيبلع لارج اماونت اوف ذا باسيلاي وهي بتفرز انتيرو توكسين جوه تاخد ده انها لسه هتفرز يعني مش بري فورم تاخد انكبيشن اطول تصل من 8 ل 24 ساعه. بتيجي مع الميت
انا في الاستاف نسيت السالمونيلا، نسيت اقول بتيجي معايا الرز السالمونيلا دي بتاعت البولتري والبيض والكلام. لو حد بالشفوي على فكره سيره الفود بويزنج بالشفوي ليها نصيب كبير جدا. اقول لك ايه الفود بويزنج اللي ممكن يجي لك مع اللحوم؟ الميت بيرفرجنس وسيرس الكوستريجن بيرفرجنس. ليه؟ ايه بريزنج؟ ايه بريزنج؟ اشمعنى اللحم؟ عشان ممكن يبقى انيروب. برافو عليك. الشوربه اللحمه لما تسخنها بتطلع ريديوسنج سبستنس فبتسبورت الانيروبيك جروث. الكوستريجن بيرفرجنس ده انيروبيك اورجانيزم، يبقى كانك بتحضر ميديا انيروبيك للاورجانيزم. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل زي الدائريه الفورم بتاع الباسيلا السيريس، يبقى الاعراض مني دائريه وقدامنا الكرام وسيلف ليميت بتخفف 24 ساعه وتنتهي. ممكن الاقي الاورجانيزم في الفيسس صح؟ لو انا ممتحن صعب اقول لك طب وايه يعني لما تلاقي الاورجانيزم في الفيسس؟ طب هو ده واحد من الانديكيتورز وفي كالكوليشن، يعني المفروض انه موجود نورمال في الفيسس. يبقى هنا في كلمه مهمه جدا في الدايجنوستكس بتاع كوانتيتيتف، تعمل كاونت عشان تلاقيه موجود بكميات كبيره، يبقى ده رمز ان حصل فود بوزن لانه موجود نورمال، يبقى لازم بعمل كوانتيتيتف كلتشر للكوليسترول بريفرنشز في الستولز او ببحث عن التوكسين بتاعه. طب والبوتيليزم ده معمول بنيورو توكسين بريفورمد فين؟ في الكاند فود سولتد فيش، ياخد انكبيشن بيريود طويله شويه 12 ل 72 علق. رغم ان البوتيليزم بري فورم التوكسين الا ان الانكبيشن بيريود بتاعته اطول من الاستاف، مع ان الاثنين بري فورم. عشان واحد بيشتغل انتيرو توكسين يعني بيشتغل لوكال يعني انتستين، والثاني نيورو توكسين يعني لازم يبقى ابزوربد ويترابل لحد السي ان اس، ياخد انكبيشن بيريود تتراوح من 12 ل 72 ساعه. هنا الاعراض ما فيهاش جي اي تي مانيفستيشن، الاعراض هتبقى كلها نيورولوجيكال، فيها بليرنج وفيجن وفيها دايبلوجيا او ديبلوجيا يعني عند واحد يشوف الحاجه اثنين، وفيها فلاسيد باراليسيس. وهنا بقى بيطول يقعد من دايز لمانثز وما يحصلوش ريكفري سبونتينس غير بالعلاج وقد ينتهي فيتال. وبدور على التوكسين في الفود ريمننس او في البلد او في الفيسز. طب وليه ما بتزرعش الاورجانيزم؟ ممكن ازرع الاورجانيزم بس في علم بالزرع. خمسة لسبعة دايز. برافو عليك، بياخد وقت أطول من خمس لسبع أيام عشان الأورجانيزم يعرف فيه جروب. الباسيلا السيريس بنوعين، عنده نوع إيميتك ونوع دايريال، والإيميتك سموه شورت إنكيوبيشن يعني بياخد ساعة لستة، والتاني بياخد من 8 ل 16 ساعة، وإن كان الكتاب هنا كتب لك من 6 ل 24 والرقمين صح. أنا عندي دايما الرينج بيكون فيه رينج أوسع ورينج مور كومن يعني أضيق شوية. فيعني كل ما بشوف معظم الحالات بتحصل إزاي، فده من 6 ساعات ل 24 ساعة ممكن يحصل انفكشن وان كان ديزيز وان كان اكتر ما بين 8 الى 16 ساعه. نوع الاكل ده رز مطبوخ وده لحمه. الاعراض الايميتك يبقى اكيد البوميتنج اكتر والابدومينال كرام، لكن الثاني يبقى الدائريه هو اللي اكتر مع الابدومينال كرام. الاثنين سيلف ليميتد وبيخفوا لوحدهم، فالاثنين بدور على الاورجانيزم او التوكسين في الفيسز. الاثنين اللي جايين دول ما اتكلمناش عنهم بالتفصيل زمان شويه، فيعني نركز عليهم شويه. الاستيريا، ايه رايك الاستيريا عامله زي السالمونيلا؟ ليه؟ بتحصل باي مالتيبليكيشن اوف ذا اورجانيزم اتسيلف من غير توكسين برودكشن. تيجي مع اللحوم او منتجات الحيوانات، يعني مع التشيز الجبنه البيضه، الجبن بشكل عام اللي معموله من انيمال برودكتس، يعني الاورجانيزم ده قلنا زو، خلي بالكوا الاستيريا زونوتيك ديزيز فموجوده مع الانيمالز، فممكن اول كونتامينيت اللبن ولا حاجه فيتعمل منه جبنه يكون فيها الاورجانيزم. او تكون تمرين اللحوم فبتيجي مع اللحوم او التشيز. انكبيشن بيريود مكتوب من 9 ل 48، هي الجميل فيها بس ان 9 ده رقم غريب عشان ايه يفكرك، بس اشمعنى 9؟ لما خليت 8 ل 48 زي السالمونيلا يعني لو جه بعد كام ساعه اقول لك استنى ساعه بس. يعني حاجه غريبه او 9 حبك وده رقم، فخليها ماشيه زي السالمونيلا، يبقى مالتيبليكيشن من غير توكسين مع انيمال برودكتس برضه من 8 ل 48 ساعه، برضه بتدي دائريه وقدامنا ديسكفر، برضه ما تخفش لوحدها تقعد فاريبل بيريد اوف تايم لانها اورجانيزم ومحتاجه انتيبيوتكس، فعشان كده فاريبل ممكن تقعد اب تو اسبوع زي السالمونيلا بالظبط. بس في الدايجنوست اختلفت، بدور على توكسين. وهنا بعضكم يروح يقراها ويرجع لي تاني يقول انت مش قلت في الباسوجينيس ما فيش توكسين؟ اشمعنى بقى في الدايجنوست بتدور على انتيبودي اجينست توكسين؟ الاستيريا بتطلع توكسين زي بتاع الستريبتولايسين اسمه ستيرولايسين او، بيتكون ضده انتي بودي اسمه انتي ستيريولايسين او انتي بودي.
بدور عليه في السيره كدايجنوز، لكن مش هو السبب في الدايات، مش هو السبب في البوت بوست. ايه قال مش عليك بعد اذنك يا ياسمين اقفلي بتاع المفتاح اللي جنب ده، تمام؟ اي حاجه طب خلاص تعالى عليا كمان شويه خلصنا الفود بويزنج. فاضل الفيبري وبارا هيموليتيكس اللي هو سي فود هالوفيليك قاعد في البحر، يبقى هيكون تمنيت السي فود البروبرلي او رو سي فود. بيعمل انكبيشن بيريد بتاعته فاليبل من ساعتين ل 48 ساعه. والسر لو تفتكروا السر كنا قلناه مع الفيبري بارا هيموليتيكس انه قد يعمل دياريا باشكال مختلفه ما بين ووتري الى ديزنتري لايك او بلادي دياريا، فبيبي سريع ساعتين الى 48 ساعه. طبعا البيرنس فاكتور بتاعه هنا توكسين اسمه هيت ستيبل او ثيرمو ستيبل هيمولايز او سموه في التكست شابتر 11 كانجاوا توكسين، فاكرين؟ هذا الكانجاوا توكسين طبعا بيعمل طبعا دياريا ووتري او ديزل لايك. الديزيز لو ما تتعالجش يقعد من يومين لخمسه عشان يخف. وبرده بدور على الكاريزما او التوكسين في مش عايزين الهيباتيتس، مش عايزين مع ان اتفضل يا اسطى. حد بقى يسالني يقول لي الهيباتيتس، طب ما هو يعني ما تسالش فيها في الشكوى اتفضل هنا يا اتفضل. لا تسال فيها في الشكوى عادي. طب واحنا ركزوا بس معايا، واحنا كون ان احنا مش عايزينها من هنا، طب تقدر ان انا سالتها لك؟ طب نظري خلاص، نحن ملتزمين بالنظري. لما اقول لك مش هتيجي نظري مش هتيجي نظري، لكن لما انا اروح لما اروح للشافوي واقول لك قول لي اسباب الهيباتيتس، احنا مذاكرينها من شابتر الهيباتيتس. قد يكون الهيباتيتس فايروس اي وبي وسي ودي وبي وجي، وقد يكون الفيروسات اللي بيعتبروا الليفر سكندري تارجت زي اليلو فيفر وزي الاشتاين بار وزي السايتوفيجالو فايروس، وقد يكون بكتيريا زي كذا وكذا وكذا. فيعني انا بقول لك بس خلاص نظري مش هنزعجك بيها، بس ما فيش ما يمنع الناس. رحنا اليورينري تراكت انفكشن. يعني ايه يا اولاد يورينري تراكت انفكشن؟ او السؤال بمعنى اخر، هل يورينري تراكت استرايل ولا فيه فلورا؟ اليورينري تراكت استرايل. يعني لو دخلت في سرنج استرايل في اليورينري بلادر وسحبت يورين يطلع استرايل ولا فيه فلورا؟ يطلع استرايل. ومرطب لما هو استرايل ايه مشكلتنا؟ ليه لازم احط تعريف لليورينري تراكت انفكشن؟ اتفضل يا جماعه. ما مش هتقول اليورينري تراك ليه بنحط له التعريف؟ لان كتير من الناس وهما بيفويد اليورين، اليورين يلمس الجلد فيجيب لك معاه بكتيريا، يبقى دي اسمها بكتيريا كونتامينيشن. فلو افترضت ان انا خدت اليورين بطريقه صحيحه، لو ما فيش كونتامينيشن وما فيش انفكشن الاقي اليورين سترايل. طيب اكتر واحد جه بيشتكي من شكوى في اليورينري تراك، قد يكون الشكوى دي حصوه مش انفكشن. طب وانا خدت اليورين وانا باخد والعيان بيجيب لي العينه، اليورين لمس الجلد او في الفيميلز بالذات، بعد فتحت اليورين جوه الفيستيبيول، فاليورين وهو خارج راح واخد الايه البلبر فلورا وخارج بيها، فانا يتهيألي انه انفكشن بينما هو كونتامينيشن، صح؟ من هنا وجب وضع ديفينيشن ليعني ايه يورينري تراكت انفكشن. ركزي يا مريم. اليورينري تراكت انفكشن يعني ذا بريزنس اوف ترو او سيجنيفيكانت بكتيريوريا. يوريا يعني في اليورين وبكتيريا يعني بكتيريا. طب سيجنيفيكانت بكتيريوريا يعني ايه؟ يعني وجود فايرال كاونت، وجود عدد يصل الى 10 اس 5 بكتيريا بير مليليتر. كل مليليتر من اليورين يحتوي على 10 اس 5 بكتيريا. يبقى ده اسمه ترو او سيجنيفيكانت بكتيريوريا. طب لو المريض تناول انتي بيوتيك ممكن العدد ده يقل؟ اه طبعا. طيب عشان كده احنا دايما بنعمل بكتيريا كاونت امتى؟ نصيحه دايما في المعامل قبل ما المريض يبدا تناول انتي بيوتيك. طب مريض ما خدش انتي بيوتيك ولقيت بكتيريا سنجل تايب يعني ستاف اوريس بس ولقيتها 10 اس 4 مش 10 اس 5، نتجاوز ونعتبرها ترو انفكشن ولا لا؟ نتجاوز طالما نوع واحد والمريض لسه ما خدش انتي بيوتيك وعنده 10 اس 4 نمشيها انفكشن، بس هنا بنضطر نعيد التحليل مره ثانيه، بس نمشيها على انها انفكشن
وابدا العلاج وبعدين ابقى اخد سامبل ثانيه اشوف ايه اللي حصل. يبقى ده تعريف يعني ايه سيجنيفيكانت باكتيريوريا. كيف يحدث يورينري تراكت انفكشن سبيشالي ان فيميلز؟ من بره من البرينيم من الجلد بتاع البرينيم او البلفا الاورجانيزم يخش جوه الفيستيبيول يعمل كولونيزيشن حوالين الفتحه الخارجيه لليورين ويعمل اسندنج انفكشن ياخد اليوريثرا يوصل البلادر ياخد اليوريترز يوصل الكدني يعمل اسندنج يورينري تراكت انفكشن. طب ممكن يوصل هيماتوجينس عن طريق البلاد ستريم؟ نعم. ايه العوامل اللي تخلي اليورينري تراكت انفكشن تحصل عند ناس اكتر من ناس؟ والله عند الفيميلز في عاملين يشجعوا اليورينري تراكت انفكشن. الشورت يوريترا، يوريترا في الفيميل 4 سم باين. والسيكشوال انتركورس. طب والميلز اللي ممكن يجي لهم يورينري تراكت انفكشن؟ ممكن يجي لهم بروستاتايتس. بروستاتيك انلارجمنت يعني او هايبرتروفي. او اي اناتوميكال او نيورولوجيكال كونديشن تؤدي الى ستاجنيشن اوف يورين يعني ما يحصلش كومبليت امبتنج لليورين يعني طول ما يستنى جوه ريزيديوال يورين كل ما الكونتامينيشن او الانفكشن يبقى اكتر. او في الانسترومنتيشن يعني دخل مريض مستشفى وبنركب له قسطره انسترومنتيشن كاتريزيشن او الشخص نفسه اميونو كومبرومايز او اميونو ديفيشن. مين اسباب اليورينري تراكت انفكشن؟ الاول بتاع الدفعه الايكو لاي او يحصل الكومبليت امبيدنج بتاع اليورين ده برضه هو مش طول اليورين سترايب. نعم. ما الاستاجنيشن ممكن يخلي سهوله الكونتامينيشن اكتر سبيشالي ان فيميلز مثلا لو عندها نيورولوجيكال او اناتوميكال مشكله في البلادر تخلي فيه ستاجنت يورين وهي عندها تراكت اساسا ممكن فيه بكتيريا تتصاعد فده يسهل اليورين تراكت. احنا مش بنقول ان ده السبب اليورين لكن ده بريسبوزنج فاكتور. لو وصلت البكتيريا لقيت ستاجنت يورين هتعمل انفكشن اكتر. اشهر اسباب اليورينري تراكت انفكشن ايكولاي. الايكولاي يعني على مستوى طبعا انكم طلبه ودفعه واوائل ومش اوائل ده الاول بتاع كله. ليه؟ على مستوى الكوميونتي يعمل 80% من الحالات لوحده. وعلى مستوى المستشفيات يعمل 50% من الحالات. دائما اول الدفعه بيبقى فيه شبهه النكوسه يعني. فاللي يؤكد النكوسه ان قرايبه مرتبين برضه. قرايبه اللي هم بعيد الانتيرو باكتريسي. طالعين الرابع بتاع الدكتور. اللي هم البروتياس والكليبسيلا والانتيرو باكتر والسيلا. وحتى ابن عمهم طالع الخامس. سودوموس. طب والعيال الشقر بقى الغلابه المكافحين. يعني برضه بنديهم كام مركز كده عشان خاطر يعني ايه نخزي العين. فيعني عارفين المكافحين اللي هم ايه؟ جرام بوست في الكاري بياخدوها بايه بمجهودهم. تلاقي الثاني اللي هو الستاب سابوربيتكس ومثلا طب ما دام الستاب سابوربيتكس يبقى برضه قريبه شاطر الاذر كواجريز نيجاتيف ستاب. طب وابن عمه برضه اللي يديله كوكس والستريت كوكاي دول عيال شاطره ستاب اويلز. فالجرام بوست في الكاري ياخدوا بقى المركز الثاني والثالث والسادس والسابع. دائما في مركز محافظين عليه للتي بي. لازم التي بي نفرد له دايما سطر لوحده، تي بي مينينجايتس، يورينري تي بي، تي بي انتوا اخدتوا في البصيرج انه ممكن يصيب اي اورجن. طب وبالمره بقى عشان الليسته تكتمل هات لي مثال لفيروس ومثال لفنجس. فنجس كانديدا سبيشالي في فيميت. طب وفيروس الادينو فيروس اشمعنى؟ احنا قلنا الادينو فيروس ده مصدوم بيعمل كل حاجه في الدنيا. بيعمل اكيوت هيموراجيك سيستايتس لو السؤال اللي هيقوله جعفر لو جاب لي في امتحان البوزيتيف اورجانيزم وخلينا نتاكد انفكشن اكتب الليسته كلها الاجابه لا. احفظ لك خمسه حلوين كده بس خمسه مرتبين خمسه من الاوائل اللي ايوه يا جعفر. انا بقول لك احفظ لي خمسه مرتبين اهو. الخمسه المرتبين دول يعني بص انا عايز اجيب والله اول الدفعه والباقي معلش مش مشكله لخبط الاسامي مش قصه بس الايكولاي ما ينفعش ما يبقاش اول الدفعه. يعني ما ينفعش اقول لك المين كوز ولا الموست كومن كوز اللي جاي اللي بيعمل 80% من الحالات ما تجيبش ست. فيبقى الاي كولاي ده نمره واحد قرايبه الاثر جرام نيجاتيف بس رايح عليه كتيرو اتم الاستاذ ده انا بكتير واحد فانجس واحد فيروس ومشكله ده غير سرطان بقى 10%.
الديليفري ال لابوراتوري ناجح يا شباب. لابوراتوري ناجح اول مره هنقول السامبل بالتفصيل يا تعالى. اول مره تلاقينا نتوقف ونقول السامبل بالتفصيل. اشمعنى بقى؟ اصل اذا كانت المشكله في ان في بكتيريا اعدالي على الجلد بره، اعدالي عند الفتحه الخارجيه، اعدالي في الديستريبيول عند الفيميل، فانا عايز اجتاز البكتيريا دي، فبناخد سامبل اسمها ميد ستريم يورين. يعني ايه ميد ستريم يورين؟ بندي للعياد الاول سواب الكحول سواب، قطنه مبلوله سبيرتو اللي هو الكحول سواب اللي جوه المناديل المعطره دي، ونقول له ينظف الفتحه الخارجيه اليورين كويس. حلو. وبعدين يبدا اليورينيشن، وبعدين يمسك نفسه ويجيب الجزء الاوسط من اليورين، فضل يبقى يجيب الجزء الاوسط من اليورين في سترايل كونتينر. طبعا لو الطفل الصغير ما بيفهمش القصه دي ممكن يسرقها في الكنتين. فبتدخل امه معاه وامه هي اللي بتنشف. الولد يبدا اليورينيشن عادي وامه تخش في نص الموضوع. او نلبسه بعد ما امه تشطفه، نلبسه كيس بلاستيك سترايل اسمه بلاستيك ادهيسيف باج. تعمل كيس كده بلاستيك، عارف السنيكر؟ والله كيس نايلون سترايل بيبقى مقفول، الكيس ده يتفتح، تفتح ستيكر كده تشطف الولد، وبعدين تدخل الجنتاليا جوه الكيس والستيكر يلزق على بطنه، ولما يجيب العيله تروح فاكك الكيس وقافل الستيكر وبعته المعمل. ينصح بسوبرا بيوبيك بانكشر اذا كانت واحده بريجننت مثلا عندها بتاع يعني في ستريكشر، في اي حاجه منع اليورين. طفل صغير مش عارف يجيب القصه ومضطر تخش. بس قصه الطفل دي حصلت معايا مره، كنت في مستشفى النيل بدران، وجيت طفل والدكتور طالب له نظر سامبل. الطفل مش بيفوق اليورين، ما تعرفش ليه، عايز يشوف ايه المشكله. فغلطتنا ما قلناش لاهل الطفل. طبعا طفل صغير ابوه وامه جايين معاه، استنوا بره، ورحنا داخلين اوضه العيلات وقافلين الباب، هم لقوا دكتور واثنين ثلاثه فنيين، واللي واخدنا الواد عيل صغير وقفلنا باب. وطبعا احنا بنخش الابره فوق السيمسس بيوبس عشان نشوف البلادر، نخش الابره سترايل ونسحب اليورين في الابره وبتاع، والعيل يصوت من دول، وصل لغايه الباب بيخبط بعنف، والاهالي طبعا متضررين وبتاع. لكن فهمتهم شو دي كانت غلطتنا فعلا. طبعا الطفل زي كده ممكن يقول لك دول بيسرقوا كليته، وممكن بعد كده اي حاجه تحصل له في حياته يسال ثانويه عامه يقول لك منهم لله وربنا يخليك، منهم جات له مشكه في ايديه من ساعه مشكه الواد، الواد باظ والواد كان احلى كده وحاجات كده. فاوعى تعمل دي من غير ما تفهم اهل العيال انت بتعمل ايه بالظبط. صحيح؟ فالدنيا دلوقتي مش قايمه يقول لك بيعملوا ايه مع دول. اه طبعا لو البرميشن مكتوب صح ويمضي عليه، طبعا ان احنا هناخد سامبل القرنيه والاب والام يبقوا موافقين. لا زمان برضه كنا كان في برضه حاجات كده صلابي، يعني مش يعني راي العيال ده كان اخر حاجه بالناس اللي فيها. ابو او انت مين؟ ابو اطلع بره مش من هنا. فيعني لكن دلوقتي طبعا في اصل ممكن دلوقتي في مقاضاه طبيه ويرفع عليك قضيه ويبهدلك، واي حاجه تحصل لابنه يجيلك مفيش داعي. ادلك الحين فالسوبرا بيوبيك ما بنعملهاش غير بشروط. اوعى تعمل قسطره، اوعى وانت بتركب قسطره تاخد بيها سامبل، انت بتعمل اسندنج يورينري تراك. ما لم تكن القسطره راكبه وتاخد منها اوكي، لكن تركب مخصوص ما انت ممكن تزق الانفكشن لفوق، فممنوع. كونترا انديكيتد في هذه الحاله. عمرك شفتنا بنتكلم على الترانسبورت للمعمل في خلال قد ايه وبسرعه وتتعمل التيست بسريعة؟ هنا مهم جدا. ليه؟ يقول لك مثلا راجل كبير مقعد في البيت، ابنه بيجي للمعمل يقول لك والدي مطلوب له مزرعه بوره. طب يا ابني خد الكونتينر ده سترايل، ما تفتحوش دلوقتي خالص، عايزين البوردنج سامبل عشان تبقى مركزه فيها البكتيريا، وفهم والدك انه يتشطف كويس ويمسح بالكحول والكلام من ده، وبعدين يبدا اول جزء من اليورين بره الكونتينر ويمسك نفسه ويجيب لنا الميد ستريم يورين، وبعد كده البركه فيك انت بقى بطل تجيب لنا السامبل دي بسرعه. قبل مرور هو انت عندك تزرع في خلال ساعتين، انتوا عارفين بقى الانجكشن تايمنج، فانت تقول له انت جيبوا لنا بسرعه في خلال نص ساعه، قول له كده هو هيجيبها لك بعد ساعتين عمال بقى على ما يخلص. فقول له نص ساعه، ساعه بكتير تكون السامبل موجود. يقول لك ما ينفعش. ليه؟ يقول لك عندي شغل، عندي كليه، عندي بتاع. طب الحل ايه؟ يقول لك ممكن اخلي والدي يجيب العينه بتاعت بالليل. اقول له احنا بنفضل المورنينج سامبل. بقت ازمه. قول طب خلي والدك يجيب المورنينج سامبل، بس شيل بقى ايه الكونتينر في الثلاجه. بس اكتب عليه ولا فيروز يا حبيبي، اليورين الساقع بيشبه الفيروز شويه.
انت عارف. وطبعا لو دخل واحد عشار من المشارك بقى قال لك بتاع فيروس جميل تيجي تشربه فيروس بعد كده بلاد لك ايه فيروس مش ده فيروس يا جدع باشا وعيش اللحظة حاجات كده بقى ده سيوري كده بمركر على العلبة إذا كان الأهالي مش مثقفين اكتب بول وعلامة الجمجمة المهم لما تاني للسبب المعمل نشتغلها في ثلاث ساعتين علم القصة دي كلها مش من ده القصة دي عشان نقولك علم ليه تشتغلها بسرعة افترض ان العيال ده جابلك يورين فيه كونتامينيشن كونك بتسيبه فترة تدي الأورجانيزم فرصة انه يريبليكيت فعلى ما تيجي تشتغل هنا تلاقي فيه فايبل كاونت ادي المشكلة جت من هنا طيب خد ديبوزيت بص عليه دور ان فيه املاح ودور ان فيه كريستالز ولا فيه كاست سيلز ولا فيه ار بي سيز ولا باس ولا بارازايت الكلام ده بتبص عليه في اليورين ها قبل ما تزرع رسمي اعمل حاجه اسمها بكتيريال كاونت لو لقيت الكاونت 10 اس 5 برمليتر او بالتجاوز 10 اس 4 لو المريض ما بياخدش انتي بايوتيك كان سنجل تايب اوف اورجانيزم اعتبره ترو انفكشن ساعتها عايز اكمل دايجنوز ازرع على نيوترال اجار بلاد اجار ماكونكي انكيوبيت وبعدين الاورجانيزم اللي يجرو اعمل له ايدنتيفيكيشن بالطرق المعتاده او زي ما كنت بحكي لكم عنه اللي خد 100% ده جه عند كلمه ايدنتيفاي بعد كده وراح ماسك ابتداء من الكولين وورك وقال لك لو ايكولاي على ماكونكي هتدي روز بانكرياتوز فيرمنتنج الكولني ولما ايدنتيفاي لقاها جرام نيجاتيف موتايل سام سترينز انكابسوليتد بتفرمنتو جلوكوز ومالتوز ولاكتوز ومنون وين دول بوزيتيف وانفيك بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف واذا كانت ستاف عليها كاسا واذا كانت بروتياس بتعمل سوارمي وسلومونس طالع بين اكسبكمنت بتعمل كاسا مسك ايدنتيفيكيشن لكل اسباب اليورينري تراك خط جميل منظم كل الكلام صح انا بقول لك وقع في ايدي الورقه دي من الاستمتاع بهذا السؤال ولا ماجستير يعرف يجاوب الاجابه دي كده بيتفرجها للزمر اقول لهم شفتوا بالسبب طلب عيال مامل لا مش ملزم بس يخليك تحط وبعدين لا تاخر في السؤال ولا تاخر واحده 100% في الوقت يعني ولد منظم وذاكر وكده ده انا حاجه انا مش بنتفرج عليك كنترول بس بنتفرج عليه ام الله لا اله الا الله ام محمد السلام عليكم اعلان ده من غير ذكر اسماء ومن غير فضائح ومن غير حاجه بنتفرج عليه خلق الله كلهم فقوم بص بقى اللي جايه دي ماذا لو كنت شاكك انه تي بي استين زين نيلسون وازرع على روبنشتاين جينز حلو الكلام جميل في حاله اسمها استرايل بايوريا عرف يعني ايه استرايل بايوريا باي يعني بص ويوريا يعني كلوريا يعني بفرد سامبل لقيت 10 باس سيلز بالهاي بار فيلد على الاقل 10 او اكثر اتش بي اف اللي عندك يعني هاي بار فيلد يعني بالعكس الهاي بار قوم زرعنا ما طلعش اورجانيزم كان اليورين ما فيهوش بكتيريا يعني كانه استرايل راحوا مسميه الحاله دي كلينيكالي استرايل بايوريا كان عندنا استاذتنا ربنا يديها الصحه دكتورة اسمها فاطمة، دكتورة فاطمة من كيس. جابت السؤال ده بس جابته بطريقة تانية، كنا معتادين نقول لك ايه؟ define sterile biuria and mention its causes. مباشر. فهي بصراحة جابت السؤال بطريقة جميلة جديدة، كانت أول مرة تجيبه بالطريقة دي. قالت ايه؟ give reason. ليه على الرغم من احتمال وجود بص في اليورين؟ يعني ممكن أزرع ويطلع نجرس على الكالشر. يعني هي قدمت لسعادتك الديفينيشن بس ما قالتلكش كلمه استرايب قوم في طالب دماغه ما راحتش الحته دي ما فهمش ان ده الديفينيشن بتاع الاسترايب فافتكر السؤال بيقيس الاي كيو ولا حاجه يعني قول لي امتى ممكن الاقي باص في اليورين وازرع ما يطلعش وكده قام قال لك ميبي ميبي
ذا بليد ووز ليفت اوبن and the organist was mutayyib. يعني ممكن نرجع ندور في المعنى ان هو ماشي ايه بتنطط كده كده على البيش الارض تضربه بالشبشب والله واحد قادر كده. وده بقى هو اللي ده فرضنا عليه خلق الله يعني فده كان يعني يوم في الكنترول. ففي حاجات دي ان شاء الله انا ناوي لما اريتاير كده تقريبا ان شاء الله في مذكرات وحاسب بقى المذكرات بتاعتي اما اقعد بقى في البلكونه بقى واخد الحبايه الزرقاء والحبايه البيضاء وبتاع خلاص بقى اللي هو كل شويه اخد ايه دواء بقى خلاص كبرنا وعجزنا وده خلاص يعني ان شاء الله دي تكون اخر سنه وده يكون اخر حصصي معاكم ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين اعلنا الاعتزاز الحمد لله. يا رب طب يا دكتور الدفعه ربنا معاكم وفي عندنا اجيال طبعا ودي هناك اعتزال التدريس البرايفت بالنسبه خلاص الحمد لله على كده. بس دي اخر حصه اشوفكم على خير واقدم بقى مذكراتي بقى وانا قاعد في البلكونه كده واكتب بقى اللي قال لك الاورجانيزم المطايق وخرج من الضغط واللي قال لك الاورجانيزم انتظر مذكراتي بعد كده. صحيح ربنا يخليك ويبارك. وصلنا للبروستاتيك الاسباب الاسباب جايز تي بي. بصوا بعضكم بيبقى مش فاهم القصه. طب ولما هو تي بي ما طلعش على الميديا ليه؟ اصل انا مش زارع ده غير ستيل جوه انا مش زارع خصيصا للتي بي ده انا بزرع على جدران الاجار وما كنت وبلاد. طب ومش جايز يكون انيروبيك انا بزرع ايروبيك. واحد يقول لي طب ليه ما تعملوش اليورين لكل حاجه؟ هكلف العيال قد كده شكرا يا اكلف العيال قد كده هو احتمال ما يستفدش من القصه دي ممكن اكلف كل ده وبعدين يطلع استاف ولا يطلع ايكو لايسن. انا بزرع روتين بطريقه معينه اكلف العيال قليل والله طلعت نيجاتيف يبقى ندور على الصعب بتكلفه خاصه بقى. فعشان نوفر على العيال ماشيين الروتين بنزرع على نيوتن تاجار بلاد تاجار ماكونكي بنكبيت ايروبيكلي بس. فقد يكون اورجانيزم تي بي قد يكون انيروبيك قد يكون يوريا بلازما او مايكو بلازما قد يكون كلاميديا ما بيطلعوش على الاورديناري ميديا. جايز العيان بدا يتناول انتيبيوتيك قبل ما يجي لك. جايز الفص اللي نزل مع اليورين ده جاي من شلت التراكت سبيشالي ياسمين يا انش سبيشالي في الفيميلز ولا سبيشالي في الفيميلز يا ولاد. انتوا عارفين التراكت في الفيميل الجنتل ها واليوريترا منفصلين فممكن قوي شويه جنتل انفكشن يروح فص نازل من غير اورجانيزم كان جيني ده انفكشن والباس خرج معاه. اللي يقابل الكلام ده في البني في الرجاله البروستاتايتس يعني هو جايز برضه جيني انفكشن ما هواش يورينري تراكت انفكشن. فاذا دي الاسباب. فممكن يجي يقول لك اذكر الاسباب بتاعه الاسترايل بايوريا مع تعريفها طبعا او زي ما اتفقنا كده جيف ريزون يبقى عايز الاسباب. البروستاتايتس مش عايزينها. وصلنا لليوريترايتس اسباب اليوريترايتس بيقسموا اليوريترايتس الى جونوكوكال ونان جونوكوكال. اشهر اسباب النان جونوكوكال اليوريترايتس الكلاميديا والمايكو بلازما والجوليا بلازما والترايكوموس. طب هل يوجد اسباب اخرى لليوريترايتس؟ البصل اللي حاشر نفسه في كل حاجه. حشر نفسه في الميننجايتس وفي اليورينري تراكت انفكشن وهم جايين يعشروا نفسهم دلوقتي اهم في اليوريترايتس ستاف وستريبت وايكولاي وخلافه. طيب ممكن فايرال؟ نعم الهيومن بابيلوما فيروس بيعمل حاجه اسمها انتراميتال انفكشن. الهيربس سندكس فيروس تايب 2 اللي بيعمل جينيتال هيربس. التليفونيما بالدم احيانا تعمل تشانكر جوه اليوريترا مش بره مش على الجينيتاليا من بره. كل دي اسباب لليوريترايتس. اوكي هتقلب الصفحه تلاقي سكين انفكشن مش عايزينها مش عايزين السكين انفكشن. في حصة جاية بكرة وبعد في حصة قبل الحصة اللي جاية معينة
فاضي لنا حصه في الاقرايه يعني دي تاخد حصه شو دي حصه حاجه مش شرط ايه ايه اللحظه بايكسيا اوف انون اوريجن يعني ايه اي يو او ده موضوع مهم وعلى فكره الدكتوره سناء بتحب الموضوع البايكسيا اوف انون اوريجن يعني مريض جاي لك عنده سخونيه تساله عندك ايه يقول لك عندي حراره يعني ايه بالظبط يقول لك يعني بسخن طب وايه بيحصل لك تاني يقول لك ببقى ولع وبعدين اعمل كما ده تبرد شويه وبعدين ارجع تاني ابقى نار تقعد تلف معايا يمين شمال يبقى يعرف اليوم كله في كلمه سخونيه وما معنى سخونيه اذا ده قومه بس من غير اي لوكاليزنج ساين وتستمر 10 ايام او اكثر نسميها بي يو او ونحاول ننفستجيت اسبابها اشهر اسبابها قد يكون انفكشنز وده اللي يهمني قد يكون اذر كوزز بقى زي نيو بلاست دراجز جرانيولوميتاس ديزيز اوتو اميون مالناش دعوه عايزين انفكشنز كوزز بس عايزين انفكشنز كوزز بس طب انفكشنز كوزز قد تكون نون سبيسيفيك او سبيسيفيك النون سبيسيفيك كريبتك ابسس يعني ابسس في الليبر هايدايتد سيست مش عارف حاجه ايه مستخبيه سيتك فوكس في السنان في الساينس في الود يورينري تراكت انفكشن اندوكاردايتس مالناش دعوه بالنون سبيسيفيك عايزين احسن احسن من كده انا من بعد ما قلت الديفينيشن عايزك تنزل على الجدول على طول حمى 10 ايام او اكثر من غير اذر مانيفستيشنز وانزل على الجدول اشوف ايه الاسباب الانفكشوس سبيسيفيك اللي قد تكون بكتيريا او فيروس او فانجل او بروتوزوا او بارازيتيك والله البكتيريا 8 8 اسباب عندك مشاهير انا هحفظهم لك اثنينات التايفس مثلا لما لقوا له شبيه سموه تايفويد التي بي لما لقينا حاجه تشبهه قلت لك البروسيل الليبتو سبايرا وريلابسنج سبايوكيتس هما الاثنين الكيو فيفر فاضل له النوكارديا يلا يبقوا زملاء معاه يبقى عندك مشيهم اثنينات تايفس وتايفويد تايفس مع تايفويد تي بي مع بروسيلا ريلابسنج فيفر مع ليبتوس فايرا يتبقى كيو فيفر ولوكارد طب والفيروس ستة نمشيهم اثنينات بره يعني الهيب والهيباتيتس ده انواع معروف انهم بلاد بورد صح؟ مش كده؟ اللي هم البلاد بورد شغلنا دايما الهيباتيتس وال اتش اي في من عده الهيربس السايتو بيجاله الفيروس والانفكشوس مونوكليوس ومن الهيموراجيك فيفر الهيلو فيفر واللاسفي يبقى هم ماشيين الاثنين دول طب وعايزين فانجر الاول ولا بارازيتك اللي يعجب بارازيتك التريبانوسوم والليشمانيا والاميبا والملاريا طب والبارازيتك الكريبتوكوكس والنيموسيستس والكانديدا يعني يبقى تحبيش الاسباب دي اللي في الجدول قال لي هيقول لي انفستيجيشن هياخد هيستوري وما ياخد هيشوف فيزيكال اكزامينشن جايز يلاقي بقع حمراء جايز يلاقي راش جايز يلاقي حاجه كاركترستيك يعمل حاجه اسمها تمبريتشر تشارت يخلي العيان يقيس الحراره ويشوف ستيب لادر ولا اندولنت ولا انترميتنت ولا ريلابسد يبدا يعمل ستور اناليسيس يورين اناليسيس كلتشر بلاد كلتشر على عيني وراسه يعني مش هسالك على الابراكتوري دياجنوزز ده بالتفصيل لكن عايز من الابراكتوري دياجنوزز ده باراجراف او كام سطر كده هايلين سيرولوجيكال ديجنوز قد يكون هناك سبيسيفيك سيرولوجيكال تيست لكل واحد من الاسباب اللي قلناها يعني على سبيل المثال اذا كان التيفود ممكن الاقي بدايته لو ريماتيك فيفر الاقي اس او لو هيباتيتس الاقي هيباتيتس ماركر لو اتش اي في بعمل الايسا فولود باي ويستر لو بروسيلا بعمل بروسيلا انفليشن تيست اللي هو الستات كلام الستات ده فاكر بروسيلا انفليشن تيست اللي كان طويل ده اللي فيه زون فينومينا ومش زون فينومينا اذا لو 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 انفكشس مونيوكليوزس بلاقي هيتروفيل انتي بوديز زي البول بانيك والمونوسبون اذا هنا كلمه الباراجراف بتاع السيرولوجي ده كانه بيجمع لي المشاهير من السيرولوجيكال دايجنوزيس في هذه الامراض اللي فيها فيفر
انا ليه بركز على الباراجراف ده؟ اقول لك بره سؤال جبناه بصراحه جبناه الماجستير، بس نشوف كده لو جربناه في سنه ثالثه ايه اللي ممكن يحصل. هيبقى في ثوره مليونيه واعتصام. بقول لك انيموريت البكتيريا والفيرال كوزس، بكتيريا والفيرال بس، بكتيريا والفيرال كوزس اهو اوف بي يو او فايركسيا او هتقولي الاعتصام. فايركسيا اوف انديترمند اوريجن، قولي البكتيريا والفيرال كوزس. دن اسمع دن كده. Discuss a laboratory diagnosis of one bacterial diagnosed by tube agglutination test. واحد من البكتيريا الكوزس diagnosed by tube agglutination test. عندك اختيارين. البدالية البروسيدا، تقول البدال بالبروسيدا او البروسيدا agglutination test اللي هو الستات ده بالتفصيل. بروزوم. وone viral characterized by nucleophile phenomenon. واحد من الفيروسات اللي ذكر عنده في الستة دول عنده هيتروفيل فينومين. فيروسات الانفكشوس مونونيوكليوزيس اللي كان عنده اختبار اسمه بول بانيل او مونو سبوت تيست. قول لي بقى بقيه اللاينز اوف دايجنوستكس. طيب يعني فصل لي السؤال ده. انيموريت الكوزيس اوف بي يو او، ديسكاس اللابوراتوري دايجنوستكس بتاع واحد فيهم دايجنوست باي تيوب اجريتنيشن تيست. لا ينفع البدال وينفع البروسيدا. واحد فايرال يكون عنده هيتروفيل فينومين ده اللي مش تايم بار فايروس. فدي فوازير موجهه كده احيانا بنعملها في الاوفلاين، بس يعني مفيش داعي ايه نكتر منها عشان احيانا بتقلب بخرس. اوكي ده هزار كبير. انفكتيف اندوكاردايتس مش عايزينها. بلاد كاتشر خدناها قبل كده. ايه ده البلاد كاتشر مش هي مشطوبه؟ مش دي في البراكتيكال؟ ما احنا برضه ما فاتتناش. البلاد كالتشر مكتوبه مرتين، مره في البراكتيكال عشان عارفين الشابتر ده ممكن ما يخشش نظري، بس تبقى هنا مهمه في تفاصيلها لانها ممكن تلجا لانك تكتبها كامله. فاحنا جبناها مرتين بنفس الصيغه اهو. باخد 5 ل 10 ملل بلاد على 50 ملل، يعني لا زي كده مش تشطبها من هنا. 5 ل 10 ملل بلاد على 50 ل 100 ملل جص، انكبيتد في 37 والسب كالتشر على سيوتابل ميديم. واحيانا نحتاج ريبيتد سب كالتشر او ريبيتد بلاد كالتشر. خد بالك ممكن اقول لك ثواني يا احمد بس خلينا شابتر سريع. ممكن اقول لك على ايدك اليمين فوق جيب ريزو. جيب ريزو ليه بحط البلاد على لارج فوليوم اوف بلاد؟ ليه بحط ال 5 ل 10 ملل بلاد على 50 ملل بلاد؟ ده بلوس تقريبا. في ثلاث اسباب. نمرة واحد عشان الله يقول الهوست فاكتورز اللي ممكن تنهبت الجروث تريتمنت. نمرة اثنين عشان اقلوا الاورجانيزم تو مالتبلاي تقيلي عشان يطلع بوزيتيف في السب كالتشر. نمرة ثلاثة عشان لو كان العيان بدا الانتي بايوتكس ممكن احط انتاجونست او انتي دوت في الجروث. التجميع اللي جاي عندك دي للحفظ ليك انت مش لينا، لان مرة جبنا سؤال لو كنت حافظ التجميع دي هتحميك من شر هذا السؤال. هما سؤالين في الحقيقة. سؤال بقول لك all the following diseases can be diagnosed by blood culture technique except. هقول لك شوية اختيارات كده. ها البروسيلوزيس. بص عندك غش. غش يا غشاش. ها نعم البروسيلوزيس بعمل blood culture. طب والتايفويد فيفر الانتريك فيفر. نعم اورجانيزم في الدم وبعمل له blood culture. طب والانفيزيف ديزيز بتاعت الستريبت كلها يعني اندوكاردايتس وبيربرال سيبسس وتوكسيك شوك سندروم. نعم. طب والمننجايتس. نعم لسه قايلين من المننجايتس ممكن اعمل بلاد كالتشر صح. طب والكيو فيفا. لا ليه؟ عشان مش مكتوبه هنا. والفيفا. احنا جبنا الجدول الاكيوت والكرونيك كيو فيفا مخصوص عشان كده. الشيرولوجي البلاد كالتشر كونفنشن نيجاتيف في الكيو فيفر يعني الاورجانيزم ما بيزرعش على الشرب. طب بلاش ده السؤال الصعب خليه اسهل شويه. بدا الكيو فيفر ولا طب ودي فيفر؟ توكسين بس ليه بعد توكسين؟ مش بتنفيك. طب والكل؟ ما ينفعش عشان لوكالايز. طب ايه رايك لو اعكس السؤال يا ايمان واقول لك وان اوف ذا فولوينج انفكشن كان بي دايجنوزد باي بلاد كالتشر؟
واحد بس. وبقولك ايه رايك؟ الكوليرا؟ لا. الدفتيريا؟ لا. التيتانوس؟ لا. الديزنتري؟ لا. الهيليكوباكتر بايلوري انفكشن؟ لا. البورتيلا بيرتاسس؟ كل دول لوكالايز ديزيز. طب الميلنجايتس؟ نعم. البروسيلا؟ نعم. يبقى اجيب لك واحد من دول والباقيين من اللي ما بيتزرعوش من البلد، او اجيب لك اربعه من دول وواحد من اللي ما بيتزرعش. السؤالين دول جم في سنتين مختلفتين. الكيو فيبر دي جت للماجستيرات مش لتالكو بس. احسن اقول لك عندنا اسئله صح. لو قلت لك كيو فيبر البعض يقول لي طب ما هو فيبر والاورجانيزم في الدم ايه المانع ان ازرعه ولا ما؟ لكن عارف انه ما بيتزرعش لانه مش بيجروه على ارتفيشال كالتشر. في الشابتر اللي جاي اللي هو سريع جدا 10 دقائق بدأنا أول صفحة. الشابتر اسمه Transmission Based Infection. أنا هقول بس سريعا ده Transmission Based. عايزك تقول لي في الامتحان، وده السؤال جه قبل كده، عايزك تقول لي ده دخل زماننا خلصنا الصفحة. قارن بين الدروبلت والايروسول انفكشن. كتير قوي زنقناكوا الزنقه دي يا دينا، وبقينا نقول ده دروبلت وده ايروسول، وتقول لي ايه الفرق بينهم؟ اليك الفرق بينهم، وده سؤال امتحان. هنبدا بالدروبلت. دروبلت يعني رذاذ، والرذاذ يعني اللي بيخرج مع الكف بيبقى جنريتد لما كح او لما اعطس او لما نتكلم او نشاور نزعق. احيانا في الشرح او في الكلام تبص تلاقي واحد خرج منه رذاذ كانت فراغ عينك. ده مش رذاذ عادي، ده مجموعه من ايه؟ من الدروبلتس مجتمعين بشكل كبير يبقى بزن. لكن الرذاذ بيكون صحيح كبير يساوي او يزيد عن 5 مايكرون في الدم، جنريتد بالكف او السنيزنج او الشاوتنج او التوكينج. تقيل انف بحيث ان هو كانوت بي سسبندد في الهواء لفتره طويله. وتقيل انف ان الاير كارنس لا يمكن حمله لمسافات بعيده. فعشان شخص يبقى انفكتد لازم يكون موجود في نفس الحجره على مسافه لا تزيد عن متر، يعني 3 فيت او اكثر شويه. يعني ما يقدرش الدروبلت ينتقل لحجره ثانيه لانه مش هيبقى سسبندد لفتره طويله، ولا الكرنت تحمله لمسافات بعيده. هذا الدروبلت المباشر يعني ثاني امراض كاكزامبلز على التعليم. السيريا مينينجيتيس ينتقل بالدروب. افتيريا كان بينتقل بالدروب. كليبسيلا ينتقل بالدروب. هيموفلس انفلونزا ينتقل بالدروب. مامس ينتقل بالدروب. الروبيلا ينتقل بالدروب. الانفلونزا والفيروسات بتاعت الريسبيراتوري تراكت انفكشن تنتقل بالدروبلتس. صح؟ النيمونيك نيمونيك بليك ينتقل بالدروبلت. هحفظ الليست دي كلها؟ لا. 3-4 امثله متشكلين. امال يعني ايه ايروسول؟ ايروسول يعني اثر بخاخ. انت لما بترش برفيوم دلوقتي في اوضه هنا كده في المكان ده بيشمها يمان انك تشم الريحه. ليه؟ لانه بيفضل سسبندد في الهواء وتحمله الاير كارنس لمسافات بعيده. ايه اللي يخلي الايروسول يبقى سسبندد ويحمل مسافات بعيده؟ اكيد حجمه اصغر. يبقى 5 اقل من 5 مايكرو. طب ايه اللي يخلي حجم الايروسول يبقى صغير؟ بيحصل ايفابوريشن للدروبلت او دراينس. يعني حاجتين، يا الدروبلت نفسها يتبخر معظمها فيتبقى ما بداخلها اسمها دروبلت نيوكلياي، او الدروبلت لو وقعت على الارض ونشفت مع التراب ترجع تثار في الهواء مره اخرى. اشهر حاجه عادي في عيادة تلتقط بالايروسول او الدروبلت نيوكلياي تي بي والميزز. تي بي والميزز دول المشاهير. بعد كده لو تفتكر قلنا حاجات الحرب البيولوجيه اللي هو ممكن نتيجه الكرييشن اوف ايروسول زي الانتراكس مش كده؟ البروسيلا في الفار، الباريسيلا زوستر فايروس. وبرضه اجين مش لازم نحفظ كل اسباب العمل. لما جه السؤال ده في الامتحان من 3 سنين قال لك قارن بين الايروسول والدروبلت. الله اعظم. يبقى انا عايز اطلع الفروق. الحجم مور ذان 5 مايكرون اقل من 5 مايكرون. ده كرييتد او جنريتد مباشره بالكف والسنيزنج شاوتنج وتوكينج. لكن ده نتيجه ايفابوريشن اوف ذا دروبلت او الدست
ده heavy cannot be suspended the long time or long duration, لكن ده ممكن يبقى small enough to be suspended for long duration في الهواء. ده air currents cannot carry the droplet لمسافات بعيدة. ده can be carried by air currents لمسافات بعيدة. ده الانفكشن لازم يحصل in the same room على مسافة within 3 feet. لكن الثاني ممكن يحصل سواء لشخص بنفس الروم او even في another site. الامثلة كذا وكذا وكذا. الامثلة كذا وكذا وكذا. سهل السؤال. Sexual transmitted diseases قلناها حفظناها مع بعض. ستة بكتيريا وستة فيروس فاكرهم؟ اتجمعوا معايا قالوا في مكتبتي مين الستة بكتيريا؟ قول معايا ابتداء بالجونوريا والسبنس يعني بيعمل شنكر يبقى الشبيه شنكروي يعني ديموتريس دوبريار الجينيتال مايكوبلاستو الكلاميديا حاجتين كلاميديا تراكوماتس دي 2 كي كلاميديا تراكوماتس ال 1 و 2 و 3 طيب اون ذا اذر هاند الستة فايرال مين؟ بقول له باسامي العائلات عشان يبقوا ستة. عند الهيباتايتس منها البي اساسا والسي يعني عند الاتش اي في عيلة الهربس في منها اثنين سيتوميجالو وهربس سيمبلكس تايب 2 عيلة هيومن بابيلوما فايروس لو تاخد بالك كل العلاج دي بدأت حرف الاتش هيباتايتس هيب هيومن بابيلوما فايروس هربس ثم الادينو فايروس والملاسكم كونتاجيوزا بوكس اوكي ايه هي ديزيز ترانسميتد فروم مادر تو فيتوس والله في احتمالين يا ديورنج الحمل يبقى اسمها بري نيتال يعني ترانس بلاسنتال يا ديورنج الولاده لو ديورنج الحمل احفظ معايا بص حروف كلمه تورش سهله قوي الاتش حاجتين هيب ومن عيله الهربس يوجد الفاريسيلا زوستر فايروس والسي حاجه واحده سيتوميجالو فايروس والار حاجه واحده روبيلا والتي حاجتين واحده بكتيريا اسمها تريبونيما باليدا والثانيه توكسوبلازما بروتوزوا توكسوبلازما طب والاو حرف الاو يساوي اذرز والاذرز واحد فايرال واحد بكتيريا فضل واحد فايرال واحد بكتيريا الفايرال باربو فايروس بي 19 والبكتيريا تو ليس اكستند افتكر دايما ده تو ليس اكستند يبقى ليس كتيريا نادر يعني بس او ممكن نقول تاني روح كلمة تورش تورش دي كلمة على فكرة بيستخدموها في المعادن دكتور النساء والولادة لما تروح لواحدة قبل الولادة أو أثناء الحمل عايز تطمن إن ما عندهاش هذه الانفكشنز يكتب كلمة تورش في روجيتا ويبعتها المعمل تقوم الست دي تجينا نقوم إحنا إيه؟ نروقها ندور لها على الحاجات دي عندها ولا لأ عشان إذا كان في شكوى مثلا من انفكشن من أبورشن من مشكلة ولد بينزل عنده أبنورماليتيز ولا حاجة بندور على الاتش هيب وهيربس اللي هو الفاريسيلا سوستا السي سايتوميجالو فايروس الار روبيلا التي 2 تي تريبونيما باليدا والتوكسو بلازما اما الاو فهم حاجتين اذر واحد بكتيريا واحد فايرال الفايرال بارف وفايروس بي 19 والليستيريا مونوسايت طب والديزيز ترانسميتد من الام لابنها اثناء الولاده افكرها لك باسم هرمون الحمل هرمون الحمل اسمه اتش سي جي صح؟ يبقى اللي هيعمل المشكله دي طالما حمل وولاده وام وكلام من ده يبقى يا اما حاجه بحرف اتش يا بحرف السي يا بحرف الش طب الحرف الاتش ثلاثه فايروس قلنا مين اللي ممكن بيري نيتال يتشال من الام لابنها؟ الهيباتايتس بي فايروس والاتش اي بي والهربس سيمبلكس فايروس تايب 2 عشان كده لو تفتكروا قلنا بنولدها سيسيل الثلاثة بالاتش والثلاثة فايروس طب واللي بالسي واحد فايروس واحد بكتيريا اللي الفيروس سايتوميجالو فايروس الكتاب قسمهم بكتيريا وفايرال لو انت عايز تقسمهم بكتيريا وفايرال يبقى الاربع اسباب دول فايرال ما بعدناش بعيد طب والبكتيريا
السي فاضل واحده كلاميديا. الكلاميديا اثناء الولاده يروح للعين وتعمل انكروجن كونجكتيفايس للشست وتعمل نمون. كلاميديا تايبس دي فوكين الام لابنها. طب والليب الجين جونوريا جاردينا فاجينا. طب فاضل واحده بالجين جاردينا فاجينا جالاكسيا. بس انا الجالاكسيا مش اولها جي ها بس ممكن احول كلمه اجالاكسيا الى جروب بي ستريبتوكوكا اللي هي بين قوسين اجالاكسيا. اجالاكسيا كلامي الى اجالاكسيا. طب ودوليس اكستنت يبقى لستير. لستير وقفلنا في الزور ما بوظلنا التجميعات بتاعتنا. لا نخليها لس كومن او لس اكستنت. نقول تاني ام وابن وولادة وحمل ده اتش سي جي ده هرمون الحمل. الاتش 3 بالاتش هيباتايتس بي وهيب وهيب سيمبلس تايب 2. اللي بالسي سايتو اللي جاله فيروس يبقى كده اربع فيروسات اهو فاضل اربعه بكتيريا. واحد بالسي كلاميديا واثنين بالجي جونو وجروب بي ستريبتوكوكار وبوليس اكستنت ليستيريا متشكل. العنوان اللي جاي ايه؟ المايكرو اورجانيزم. طبعا هنقول لك كلمه دايجنوز ده كان قاصد يقول لك فيها كلمه تورش مش عايزين الباراجراف ده. ايه هي الديزيزز ترانسميتد بالبلاد ترانسفيوجن؟ الهيباتايتس بي وسي ودي وجي صح؟ بلاد بورد. الهيباتايتس فكرني بالهيب الاثنين بلاد بورد يبقى هيب. الهيب فكرني بالاتش تي ال بي. مين الاتش تي ال بي ده؟ من عيله الهيومن تي سيل ليمفوتروبيك فايروس اللي كان في نفس العيله بتاعت ال اسمه دلتا فايروس في عيله الريترو برضه صح؟ طالما ماشي بالاتش كده بص الاتش ماشيه ازاي؟ هيباتايتس هيب اتش تي ال في كل ده اتش صح؟ طب يبقى الاتش الرابع عند الهيربس. اه دي في منها اثنين مش واحد اللي هما مين؟ السيتوميجالو فيروس والانفكشوس سمول نيوكليوز. سؤال هو الانفكشوس سمول نيوكليوز ممكن يتنقل بالبلاد ترانسفيوجن؟ نعم. امال ليه هناك قلت بالسلايفا؟ ما ينتقل بالسلايفا ده العادي بتاعه. امال ما قلتوش بلاد ترانسفيوجن ليه؟ اصل عيب ينتقل بالبلاد ترانسفيوجن المفروض تعمل سكريننج. لكن لو ما اتعملتش سكريننج او اضطريت للفريش بلاد ترانسفيوجن او كده ممكن يبقى الفيروس موجود. يبقى مفيش مانع انه ينتقل بالبلاد. لما جبنا مره في الامتحان انفكشوس مونيوكليوزس وطلبنا المود اوف ترانسميشن اللي كتب سلايفا اتحسبت صح واللي كتب بلاد ترانسفيوجن اتحسبت صح. طبعا يكتب الاثنين يبقى افضل. طب وهل في فيروس اخر ممكن ينتقل باي بلاد ترانسفيوجن؟ اهو اسمه برضه فيروس بي 19. يبقى في ست فيروسات يتنقلوا بالبلاد. الهيباتايتس بانواعهم اللي هم ما عدا الاي والاي الهيب الاتش تي ال بي. من الهيربس في اثنين انفكشوس مونيوكليوز سايتوميجالو فيروس الباربو فيروس بي نمرة 19. طب وبكتيريا التليمونيما بك بتتنقل في الدم والبروسيلا برضه هتقول البروسيلا ما قلناش بتتنقل في البلاد ترانسفيوجن مش مفروض تنتقل بالبلاد ترانسفيوجن. لكن باعتبارها كرونيك ديزيز وقاعد في ريتيكولوسيلا سيستم ممكن يخرج على البلاد بالبساطه تاخد انا البلاد ده انقله يجيب بروسيلا اما والملاريا طبعا على مستوى الباراسايتس. في ثلاث ملحوظات مكتوبين عندك شايفهم يهمني الملحوظه اللي في النص. علل ليه الملاريا والتليمونيما ما يتنقلوش بالستور دي بلاد؟ عشان بيموتوا خلال ثلاث لخمس ايام برافو عليك. الملحوظه الثالثه عبيطه قوي لو خد بالك وانت بتسحب بلاد من العيان اندر اسيبتك كونديشن لحسن ممكن يحصل كونتامينيشن ببكتيريا من على الجلد ولا حاجه. اكيد طبعا بتشتغل اندر اسيبتك كونديشن. والملحوظه الاولى بيقول لك بعض الفيروسات بيعيشوا جوه السيلز نفسها بتاعت البلاد فينتقلوا بالهول بلاد ترانسفيوجن لكن لا ينتقلوا بالبلازما ترانسفيوجن. مش مشكله وصلنا للتجميع اللي نفسكم فيها من زمان. مين هم الزونوتيك ديزيز؟ ده سؤال امتحان وبنحبه جدا وبنجيبه كتير وتقدر لو مش مذاكره حتى من هنا سيادتك تجمعه. احنا مجمعينه. اولا اعرف يعني ايه زونوتيك ديزيز. يعني انفكشن بيحصل برايمري للانيمالز وينتقل اوكيشنال للبني ادم صح؟ طب ينتقل ازاي؟ من كونتاكت يبقى ده اوكيشنال ديزيز. يعني راجل فيترينيريان راجل فلاح راجل جزار راجل في بيشتغل في السلخانه في المكدح كده. يبقى بالاضافه ان زيروتك فهو دائما اوكيشنال. المشكله ان ممكن الانيمال يبقى عنده ديزيز وما عندوش اعراض واللي بيخلي الناس بيكابي كونتاكت وهم مطمنين.
ينتقل بايبوتكت عن طريق سكين ابريجر. بص حط في دماغك حاجه من اتنين هتجيب ثلاثه من اربعه مودز اللي عندك. حط في دماغك يا البروسيلا يا الانتراكس. الانتراكس كان فيه كوتينس يبقى سكين ابريجر. كان فيه بالمونري يبقى انهالش. كان فيه انتستاين يبقى انجيشن صح. نفس القصه كانت في البروسيلا كده. بالانجست الملك او انهاليشن في المعامل قلنا مش كده او كونتاكت مع الانيمالز. يبقى دول ثلاثه مودز مشاهير في الزيروتك ديزيز. والرابع هو ان الانيمال او الارثروبود يعضوك يبقى بايت. الانيمال بايت او الارثروبود بايت. حلو كده زي الريبس وزي الاربو فايروس. تيجي نشوف بقى التجميعه. انا مش عايزك تبص من هنا، عايزك تقول من دماغك ترتيبة الكتاب فوليوم 2. اول واحد انا اللي خليته لك بيرقص ما كانش مكتوب على الكتاب كان الاستيري. وبعدين رحنا للاندرس وبعدين البوفاين تي بي وبعدين اليرسينيا بانواعها. اليرسينيا اللي بتعمل بلين واليرسينيا الانتيرو كوريتيكال اللي بتعمل يرسينيوسس. بعدين قعدنا فتره ما فيش لحد ما وصلنا للاوبليجاتوري انتراسيلر بكتيريا وهناك او للسبايروكيتس. في السبايروكيتس قلنا اللاين ديزيز. في السبايروكيت قلنا الانديميك تايب انديميك ريلابسنج فيفر. في السبايروكيت قلنا الليبتوسبايرا. في الحاجات اللي بتبقى اوبليجاتوري انتراسيلر قلنا الكيو فيفر كوكسيلا. قلنا ريلابسنج فيفر الانديميك. روكي ماونتن ما قلناهاش عشان ما خدناش تفاصيلها. طب والفيرال؟ ابدو فيروس عمى الضلاعية فوت الماوث ديزيز ريبس فيروس اربو فيروس روبو فيروس متشكلين. فاكرين تجميعة الملك؟ اضف الى مكتبة الكتاب بعد الشابتر اللي زي ده. تجميعة الملك ثلاثة فقط ينتقلوا فروم ديزيز انيمالز تي بي وفيروس تي بي والبروسيلا والكيو فيفر. طب والباقيين؟ اعتبر الملك كانه اكل او شرب. كل اللي يجيب جاسترو انترايس او ينتقل فيه كورونا يجي مع الملك ايه المانع؟ يعني سالمونيلا ممكن طبعا وشيجيلا اكيد كل ده وايه كولاي يديله باسجينيك ولا يديله توكسجينيك ولا يديله توكسيك بروديوس نعم وكامبينو باكتر ايه المانع؟ ويرسينيا انتيرو كوليتيكا ايه المانع؟ وستاف فود بويزنج ايه المانع؟ طب وفنجس ايه المانع افريتوكسين يجي مع ده؟ مع من الهواء يجي. اذا دي الحاجات اللي ممكن تنتقل مع الملك للبيان. اخيرا ايه المقصود بالبيولوجيكال وور بير او البايو تيرورزم؟ هو ان عدوك يحاول ينفلكت يحاول يتسبب في يا اما دين يا اما موربيديتي او مورتاليتي للبني ادمين او الانيمالز او الحيوانات. ايه ده؟ هو مش الحرب البيولوجيه دي بتبص البني ادم؟ لا، انا ممكن احاربك في رزقك، ممكن احاربك في اقتصادك. يعني اقول لكم مثال لحرب الحيوانات. لما يتصدر لنا من دول وقد تكون انتندد حيوانات عندها كاو مات ولا مات كاو ديزيز او حيوانات في السنتين الاخرانيتين اتكررت اكثر من مره عندها حمى قرعيه، يقوم يبقى الحيوانات دي تعمل لك لص في الثروه الحيوانيه وايكونوميك لص. لما من عمركم كده وانتوا يعني من 18 20 سنه كده يجي لنا عن طريق قناه السويس فيران اسمها الفيران النرويجي. سمعت عن القصه دي قلت لكم مره قبل كده؟ والفار النرويجي الكبير دوت اللي هو يخش من قناه السويس وينتشر في ثلاث محافظات اللي هم بتوع مدن القناه اسماعيليه وبورسعيد وسويس، وطبعا اسماعيليه قريبه منها الشرقيه، بيخش على الشرقية ومنها على كام محافظة من وادي بحري سبع محافظات، ويأتي على الأخضر واليابس ياكل الزرع يقوم يجيب لك ايكونومي دوس في النبات. يبقى ده برضه حرب بيولوجية أو إرهاب دولي وقد يكون مقصود. المشكلة إنه قد يكون انتهت، دي مشكلة. الفار بقول لكم على أيامها ما أعرفش تبعوا ولا لأ، لو دخلتوا على النت وشفتوا القصة دي قديم كانوا بيصوروا في الجرنان الفار وماسك دراع واحد بيعضه يعني. دخل مثلا لا بتفضل دايما بيعض دراعه وبص اللي بيصور الكاميرا ما فيهاش ولا وحاسس وعامل علامه النصر. صور ده راجل جوز يعني صحيح فعندنا ادي لص. طب وعلى المستوى البني ادمين احاول اموت او اعمل موربيدتي؟ بنقسم الحرب البيولوجيه الى ثلاثه كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولى
ان انا عايز اعمل ايزي ديسيميشن ورابيد مورتاليتي. يعني عايز عارف عدو خلق ضيق عايز ينشر الانفكشن ويموتك بسرعه. يقوم ينشر لك ايه؟ انتراكس او بليك او سمول بوكس او هيموراجيك فيفر. قصه الهيموراجيك فيفر دي لازم تخليك تفكر. الهيموراجيك فيفر زي الايبولا ما حصلش في الدنيا غير مرتين جنوب افريقيا مش عارف ايه وحوالين نهر ايبولا عشان كده اسمه ايبولا بايت. واللي هو في زئير مره 76 ومره 96. الفيلم اللي جه اوت بريك اللي كان بيتكلم على الفيروس دوت امريكان اللي عاملينه فهم اكيد القصه دي في ذهنهم مش كده؟ يعني العم ده مش عالم، العم ده مخرج وكاتب وممثلين. لو قلت لكم بتاع داستن هوفمان يبقى القصه في ذهنهم ان انا اعمل فيروس بجينيتك انجينيرنج بقى وات ايفر وننشره كده في بلد ونطمن انه ان شاء الله الحمد لله هيموراجيك فيفر وفيتال وبينتقل وانس حصل في المريض الاولاني ينتقل بالاكسبوجر للسكريشنز بتاعت المريض نفس تفاصيل الفيلم وعارفين الدقائق اللي حصل نقوم نطمن ونشيله في معامل القوات المسلحه او اللي هم بقى الايه مخابرات والحاجات اللي وقت الحاجه ليه نديهم بس اشاره يلا يلا على ايبولا. لاسا ده قريه نيجيري لما يحصل فيها هيموراجيك فيفر ويبقى اطمنا على الفيروس وشيلناه بعد كده في معامل الجيوش عشان الحرب البيولوجيه مش كده؟ البوتيوليزم لما تبص تلاقي في موسم من المواسم هم عارفين ان احنا بنحب الفسيخ مثلا تقوم جاي لك رنجه ولا فسيخ مستورده اوت بريك من البوتيوليزم وفي ده انتبهوا ايها الساده احنا مستهدفين ليه ما تعرفش؟ امال لو كنا عايزين شويه كان عملوا فينا ايه؟ صحيح مستهدفين الحمد لله منطقتنا جميله قوي مستهدفه الله اعلم عايزين بقى ايه مواردنا وعايزين منطقتنا عايزين ايه بالظبط بقى احنا؟ عايزين من مين الفرات جايز؟ جايز احتمال يكون عايزين احتمال يعني الله اعلم عدوك برضه ممكن ما يتمنالكش الموت على طول عايز يتشفى فيك شويه يعني انت كنت متقسمه قوي فنفسه يشوفك وانت بتتعذب يوم ينشر لك مرض يكون مودريت ديسيمينيتد ويكون المورتاليتي بتاعته قليله بس بيعمل موربيديتي. اقول لك مثلا مرض عارفينه وينه حج المختبر دوت ولا وينه راعي المختبر وعايز حال الحج المنطقه. انتشرت البروسيلا في المنطقه العربيه في الاونه الاخيره. البروسيلا بتعمل ايه؟ فيبر وبول او بودي ايه؟ طول ما انت عندك الم ومش قادر تقف ومش قادر تشتغل هتنام في السرير هتقعد مش هتشتغل مش هتنتج يبقى بيتفرج على شبابنا وهم بينتجوا. فيو فيبر ليها برزنتيشنز خطيره وصعب تشخيصها. ننشر فيو فيبر بين الناس في لبن بودره خدوا ده معقول لبن اطفال ولادنا يطلعوا من صغرهم عندهم كرونيك فيو فيبر. المال يطلع مقعد يطلع يعني يعقل تتفرج على فريق كوره تلاقي اللعيب 3 متر كوره اوروبيه وتتفرج على لعيبتنا تلاقي لعيب ده الاهلي كان فيه لعيب اللعيب اللي الفريق اللي كان بيلعب الاهلي اللي غير في الشوط الاولاني ده لعيب قد كده عيني في الفريق اللي جاي بتاع زامبيا ده والله العظيم لعيب قد كده ده انا قلت ده ايه يعني مش محسوب ده ولا ايه قعدت عيني 11 ده يتحسب واحد ازاي قد كده والتانيين تلاقي اللعيب بينط فوق يعني ينفع بالمصادفه بالمصادفه تطلع صحتنا وحشه كده قوي وصحتهم هم حلوه يعني انتبهوا ايه اللي ممكن يكون بجد؟ عادل امام لما قال وخرج وصوت وقال في حاجات بتنتشر في الجو اقول لك اللي بينتشر في الجو وجيب لك كرونيك لانج انفكشن اندايجنوز مش هتصدق الستاف انتيرو توكسن يا جماعه ده الستاف انتيرو توكسن دي بتعمل فود بويزنج سيلف ليميتد مش كده؟ لكن لو اتشمت لو الانتيرو توكسن دخل باي انهاليشن اشتغل سوبر انجن ويعمل لك كرونيك لانج ديزيز مع سيستميك توكسيستي ويخليك قاعد مقعد لا قادر تتنفس ولا قادر تشتغل. بلاش بقى لو هنتكلم على برضه ان انا اتشمت فيك ده بدل ما ابعت لك اورجانيزم يا عم ابعت لك حاجه تلهيك. ابعت لك بلاي ستيشن. وابعت لك سايتس الحيه. وتبقى شعارها لما بابا ينام. وليه لما بابا ينام؟ بره بابا صاحبي بره بابا معاك. لما بابا ينام. اشغل ما هو لما بابا ينام دي يعني انت مضطر تسهر ولو سهرت وما ذاكرتش اولا لا انت قادر تقوم تروح كليه ولا انت قادر تذاكر وبعدين تدور على مشتركك ايه؟ وتتخيل لو مشتركك ايه؟
اخيرا ممكن اعمل جينيتك انجينيرنج اطلع لك مايكرو اورجانيزم لوقت الحاجه اليه. مش دي ده كان قضى عليه بدا ايه ليه حصل ريسيرش عشان ايه الشغل دي ماشي. وعشان حاجه ثانيه emergence of resistance series. هل تعلم ان التي بي اصبح مالتي دراج ريسيستنت؟ ده اصبح في تي بي احنا ما درسناهالوش اسمه اكستريم دراج ريسيستنت. دول اصبحت ابريفيشنز دوليه يقول لك ام دي ار يعني مالتي دراج ريسيستنت واكس دي ار يعني اكستريم دراج ريسيستنت. هل تعلم ان ممكن اعمل انجينيرنج واطلع لك فيروس اسمه روبو فيروس؟ مش معنى روبو عشان بدل ما لسه هستنى فيكتور انشرك مع فلان يعني فلان النرويجي اللي جاي لما تجينا مره ثانيه ان شاء الله بس جواها تمراشي فيبر فيروس يعني مش تبقى رشه جايه بالمره. كان زارع اهو استفدنا عض بني ادمين ولا تلوث الفيروس ادينا استفدنا. لو ما قدرناش على الكاتيجوري الثلاثه نخليها ايه بقى؟ بص المسج الاخيره دي بص يا انجي عشان شايفك متغيره النهارده نخليها مسلم ومسيحي. الحرب البيولوجيه ليها طرقها ان ما كانتش كاتيجوري A وB وسي فلتكن مسلم ومسيحي عشان نضيع الدين. انتبهوا للمسج يا ارجوك. الحاجه الثانيه اللي عصام بيسال عليها هل اراجع فوليوم 2 دلوقتي؟ كان خلص الخميس ان شاء الله. الاسبوع ده يا دوبك اسيبك للمراجعه بقى العملي والحاجات اللي اتفضلت والحاجات اللي عايز تلم نفسك فيها. سبيشال ان فوليوم 2 لسه مخلص.